السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أحمد مجدي سيد، مدرس خواص المواد الحيوية. النهاردة هنشرح الإمبريشن ماتيريالز. الأول كده، إيه هو الإمبريشن؟ ده النيجاتيف ريبرودكشن أوف تيث أند سراوندينج أورا ستراكشرز. يعني هو نفس شكل التيس والأنسجة المحيطة ليها كلها، بس النيجاتيف بتاعها. يعني شايف حضرتك كده، ده 7، ده 6، ده 5، ده 4، وهكذا، بس نيجاتيف. يعني مش ال 6 بيبقى حاجة بارزة، مش حاجة داخلة لجوه، فده يعتبر النيجاتيف. يعني ده معكوس لشكل الاورال ستراكشرز كلها. طب ايه الامبريشن ماتيريال بقى؟ هي الماده اللي بعمل بيها الامبريشن. بندخلها في الفم في شكل بلاستيك فورم، يعني فورم قابله للتشكيل، وبعد كده بيحصل لها سيتنج، بتنشف وبحفظ بيها شكل الاورال ستراكشرز. ايه تعريف الكاست؟ هو بقى البوزيتيف ريبرودكشن اوف تيس اند سراوندينج اورال ستراكشرز. يعني الامبريشن ده بجيب شويه جبس واصبهم جواه، فيديني نفس الشكل الموجود في البيشنت بالظبط، هو البوزيتيف بتاع البيشنت. الداي بقى، تعريف الداي هي سنجل توس، موديل اوف سنجل توس، كاست سنجل توس. يعني شايف الكاست ده كله، انما الواحده دي اسمها داي. الاي جي ريكويرمنت اوف امبريشن ماتيريال بقى، اول حاجه يكون عندها اكيوريت برودكشن فاين ديتيلز، يعني تجيب الفاين ديتيلز بالظبط، تبقى باي كومباتبل ويز اورال انفايرمنت، ما تعملش اريتيشن ولا تعمل توكسيستي لاي جزء في البيشنت. ايزي مانيبيوليت طبعا، مش عايز تبقى الموضوع بتاعي صعب. سفيشنت وركينج تايم، سيوتابل سيتنج تايم، تديني وقت مناسب ان انا اشتغل بيها وتنشف بوق المريض بسرعه. acceptable test and odor to the patient، يعني اكيد ما ينفعش احط ماده طعمها وحش ولا ريحتها مش كويسه. accept addition and correction، يعني ايه؟ يعني انا جيت خدت امبريشن وكان في حته ناقصه في الامبريشن، فهل انا محتاج ارمي الامبريشن واعيد تاني من الاول واهدر وقت وماتيريال وكده، ولا ممكن اعمل لها addition ازود عليه حته واعمل correction للامبريشن، اصح الامبريشن كله، مش لازم الحته اللي باظت دي كلها تخليني اعيد الامبريشن تاني من الاول. شود بي disinfected طبعا، تتعقم من غير ما تبوظ الاكريس بتاعتها، ويبقى عندها جود شيلف لايف، تعيش مع الفترات الطويله. في سؤال بقى مهم جدا جدا، وجي لك شورت اكونت وهنذاكر على اساسه الشابتر كله، ايه هو فاكتور افكتنج اكريسي اوف امبريشن ماتيريال؟ امتى اقدر اقول ان ماده الامبريشن ماتيريال دي اكيوريت، اللي هي كانت اول واحده في الاي جي ريكويرمنت؟ جميل، ما تلخبطش بين السؤالين، ايه الفاكتور افكتنج اكريسي اوف امبريشن ماتيريال اللي هنقولهم دلوقتي دول. اول حاجه الفلو، بايولوجيك كده الماتيريال لو عندها فلو عالي يبقى هتعرف تجيب الفاين ديتيلز، لان الفلو بتاعها يخليها تخش تنتشر وتغطي السطح بتاع التيس كله. يبقى اول حاجه يبقى عندها سفيشنت فلو تو ريكورد اول فاين ديتيلز. وتاني حاجه الفلو يبقى معقول بنسبه كويسه عشان ما تطلعش بره التري. يعني لو جبت التري دي ومليتها ميه وحطيتها في بوق البيشنت وقعت بره خالص، الميه عندها فلو عالي جدا، بس لدرجه ان هو هيخليها تقع بره التري، مش تبقى حاجه كويسه. تاني حاجه هيدروفيليستي، لازم تبقى هيدروفيلك. يعني ايه؟ يعني محبه للماء. انا اخد امبريشن في اورال انفايرمنت كلها فيها سلايفا وموستشر كتير، لو هي هيدروفوبيك زي الصوره دي كده مش هتعمل ويتنج كويس، وبالتالي مش هنقدر نجيب الفلو المظبوط بتاعه وريكورد الفاين ديتيلز. رقم 3 دايمنشنال اكوريسي، يعني ايه؟ يعني الماده وهي بيحصل لها سيتنج، مش انا قلت لك الامبريشن ده بنحطه في شكل الماده تبقى بلاستيك فورم وتتحول لست، يحصل لها سيتنج في خلال التحول ده، وهي الماده بيحصل لها سيتنج رياكشن بتاعها، لا عايزها تتمدد ولا تنكمش، نايذر اكسبانشن اور كونتراكشن. ده بنسميه دايمنشنال اكيوريسي، الدقه بتاعتها في الابعاد وهي بتنشف. رقم 4 بيولوجيك، تبقى ادهير تو ذا تري، لازم تلزق في التري. شايف اللي هنا لو فكت عن التري الامبريشن ده بنعيده خلاص، بتشيله وترميه كده وما ينفعش، لازم تلزق في التري علشان تحافظ على الابعاد بتاعه الامبريشن. رقم 5 الاستيسيتي، لازم تبقى الماده الاستيك. ليه؟ البيشنت ماوس مليان اندر كاتس، مش حضرتك خدت في الدنتيشن ان عندي هايت اوف كونتور وحته تحتي وحته فوقي والكلام الكتير ده كله. الفكره في ايه؟ لو الماده مش اندر كات، مش فليكسبل، مش عارف تطلع من اندر كات. زي ايه؟ هات حضرتك كده خيط واربطه حوالين المعصم بتاع ايدك وحاول تطلعه، هيطلع؟ لا. ليه؟ عشان في حته اندر كات، نفس فكره الكلبشات اللي بيحطوها في ايد المجرمين وكده. طب لو انا حطيت حوالين ايدي استك هيطلع بسهوله؟ بمنتهى السهوله، هتشد الاستك هيطلع، هيرجع تاني استك، ماده الاستك، فيقدر يفتح من الاندر كات ويطلع منها ويرجع زي الاول. يبقى انا عايز الامبريشن ماتيريال شود بي الاستك. رقم 6 دايمنشنال ستابيليتي، ستابيليتي يعني ستيبل، يعني خزنتها فتره. اوكي؟ يعني ايه؟
انا خدت الامبريشن ما بروحش اصبه في وقته، لا بسيبه شويه لحد ما المعمل يجي ياخده ويصبه والكلام ده كله. في خلال الفتره دي مش عايز يحصل دايمنشنال تشينجز، يبقى الفرق بين الدايمنشنال اكيورسي وستابيليتي. ستابيليتي من اسمها ستيبل، يعني تفضل قاعده لفترات ستيبل اللي هي الفتره لحد ما تصب المقاس، اوكي؟ انما دايمنشنال اكيورسي لا، وهي بتنشف، ما تلخبطش بين الاثنين. رقم 7 كومباتيبلتي وزمود الانداي ماتيريال، اكيد لما نيجي نصب الامبريشن ده بجبس مش عايزه يتفاعل معاه بيولوجيك، لو اتفاعل معاه خلاص اتنين دخلوا في بعض، ما مش هيتفاعلوا مع بعض، مش عارف افصل الاثنين على بعض، فلا بوظت، لا حصلت على امبريشن ولا حصلت على كاست. كلام هنقوله كده علشان لما نشرح الشابتر مش هخش لك في تفاصيله. ايه انواع التري؟ التري ممكن تكون ميتاليك او بلاستيك، ده على حسب الماتيريال، ممكن تكون بيرفوريتد ولا نون بيرفوريتد، مخرمه يعني ولا مش مخرمه. ايه دي النون بيرفوريتد، انما دي بيرفوريتد. الغرض من البرفوريشنز ايه؟ ان الامبريشن ماتيريال يخش جوه الاخرام دي ويعمل ميكانيكال انترلوكينج فيلزق في التري. احد الميثودز ان انا اعمل ادهيجن تو ذا تري. على حسب اليوز ممكن تبقى ستوك تريد اللي بنشتريها من الراجل على طول وبنستعملها، انما دي سبيشال تري معموله مخصوص لحضرتك، يعني كل واحد له سبيشال تري بتاعته، ما تخشش بوق بيشنت غيره. طب ايه انواع الامبريشنز بقى؟ ممكن نقسمهم برايمري امبريشنز وسكندري امبريشن. برايمري اللي هو حاجه المبدئيه اوليه كده، اللي هو يعني ايه، بناخده بالستوك تري. الستوك تري دي بتجي لنا مثلا 3 4 مقاسات بنستعملهم لينا كلنا. طيب هتبقى مظبوطه على مقاسنا كلنا؟ لا، هتبقى مظبوطه على نسبه قليله من الناس وباقي الناس مش مظبوطه، فبناخد بيها مقاس تقريبي كده. بعد كده بعمل بيها برايمري كاست. على البرايمري كاست ده بقى بعمل سبيشال تري مخصوصه ليك، سبيشال تري بتاعتك انت لوحدك، هاخد بيها سكندري امبريشن، اوكي؟ يبقى البرايمري امبريشن ده باخده بالستوك تري، انما السكندري امبريشن باخده بالسبيشال تري المخصوصه بتاعتي. البرايمري امبريشن فايدته ايه؟ فايدته ان انا اعمل بيه برايمري كاست او بنسميه ستادي كاست، بذاكر عليه الحاله كده يعني حاجه خفيفه. محتاج احط ماده امبريشن الاكيرسي بتاعتها عاليه؟ لا مش لازم، ما هو انت هتستعمل بيه هتعمل بيه ولا حاجه، اخرك سبيشال تري وتدرس الحاله كده. انما السكندري امبريشن لا، ده اللي هشتغل عليه وهعمل عليه الريستوريشن بتاعتي وهعمل عليه كل حاجه، فمحتاج الاكيرسي بتاعت الامبريشن ماتيريال تبقى عاليه. يبقى من خلال الفاكتور افكتنج اكيرسي اللي احنا قلناهم دول هنبتدي ندي كل ماتيريال درجه، اللي تاخد درجات عاليه تبقى دي سكندري امبريشن ماتيريال، اللي تاخد درجات قليله تبقى دي لو امبريشن ماتيريال، استعمل كبرايمري امبريشن ماتيريال. هاخد ايه من البرايمري امبريشن؟ هديني البرايمري كاست زي ما قلنا فايدته بس ان انا بعمل سبيشال تري وممكن اعمل استادي للحاله دي مش اكتر من كده. انما السكندري امبريشن هديني السكندري كاست اللي هو الكاست المهم جدا اللي انا بحتاجه عشان اشتغل عليه، اعمل عليه بقى واكس باترن، اعمل عليه الشغل بتاعي كله. في مصطلح كده عايزين نعرفه، حاجه اسمها ووش تكنيك. يعني ايه كلمه ووش تكنيك؟ يعني اتنين امبريشن فوق بعض، واحد ازرق اهو واحد اورنج. فكرتهم في ايه؟ ان انا بجيب ماده الفيسكوسي بتاعتها عاليه اللي هي الزرقاء دي، فيسكوستي عاليه يعني هتملى لي البلك بتاعت التري، بس مش هتبقى اكيوريت قوي، ما هي الفيسكوستي العاليه مش هتجيب لي الفاين ديتيلز. فبقوم جايب ماتيريال ثانيه الفلو بتاعها عالي، الفيسكوستي بتاعتها قليله يعني اللي هي الاورنج دي، وابتدي اخد بيها سكندري امبريشن ثاني فوقيها. انا خدت اثنين امبريشن، اول واحد كان نون اكيوريت والثاني اكيوريت. النون اكيوريت ده بنسميه البالك بتاع الماتيريال ده بنسميه احيانا بيقول لك اكت از سبيشال تري. يعني ايه؟ هو انا عندي طريقين، الطريق اللي انا حكيناه في السلايد اللي فاتت انك تاخد برايمري امبريشن وتعمل سبيشال تري وتعمل سكندري امبريشن بيها، حلو كده. السيكنس بتاع السكندري امبريشن بيكون رفيع علشان السبيشال تري لازقه على بق البيشنت بالظبط. طب ايه رايك لو عملنا التريكه دي، ان انا جبت البتاع الازرق ده وخدت امبريشن بيه في وقته، لو شلته مش هيبقى شبه السبيشال تري؟ ما هو نفس الفكره نفسها. فبنعمل التكنيك دي عشان اوفر وقت ان انا اروح للمعمل واخليه يعمل سبيشال تري ويجي لي تاني، لا انا بعملها مره واحده. يبقى كلمه ووش تكنيك يعني ايه؟ اتنين امبريشن فوق بعض، واحد الفيسكوسي بتاعته عاليه هيملى البلك بتاعت الستوك تري، والتاني الفلو بتاعه عالي عشان يريكورد الفاين ديتيلز. يبقى انا خدت سكندري امبريشن في سنجل فيزيت عن طريق كلمه الووش تكنيك دي. طيب نيجي للكلام بقى المهم بتاعنا بتاع الماتيريالز، كلاسيفيكيشن اوف امبريشن ماتيريال. السؤال ممكن يجي لك ام سي كيو او شورت اكونت، اكوردنج تو سيتك ميكانيزم، تنشف ازاي؟ تفاعل ريفرسبل اللي هو تفاعل الفيزيكال اللي هو تفاعل الحراره، زي الشمع كده بتجيبه تسخنه يسيح تبرده ينشف، نفس الفكره.
يبقى softened by heat and hardened by cooling، التفاعل physical reaction. اتنين examples اللي عندنا تعرفهم لي بليز عشان اجيلك ام سي كيو، الامبرشن كومباوند والاجار اجار. طب الريفرسبل بقى اللي هو الكيميكال رياكشن، باقي الامبرشنز اللي هنتكلم عليها دلوقتي، بلاستر امبرشنز انكسد ايجينول الجينيت والاستومرز. تاني تقسيمه according to behavior after setting، بعد ما بتنشف هتتفاعل ازاي؟ ممكن تكون نون ريجيد، يعني نون الاستيك، تبقى ريجيد قصدي نون الاستيك اللي هي ريجيد، يعني لو دخلت في اندر كات مش هتطلع زي الخيط اللي حضرتك ربطته حوالين معصم ايدك. دي هنستعملها مع بيشنت عنده اندر كاتس؟ لا، يبقى تستعملها مع مين؟ كومبليتلي ايدنشلس بيشنت، راجل ما عندوش سنان خالص وجاي يعمل كومبليت دينشر، ده ما عندوش سنان فما فيش اندر كاتس، فنقدر نستعمله الماده دي. طب تاني ماده اللي هي الالاستيك امبريشن ماتيريال، دي بعد ما بتنشف تبقى الاستيك، عامله زي الاستيك اللي دخلته حضرتك حوالين معصم ايدك. بعد ما بتطلع من الاندر كات بيحصل لها ريكفري، يعني بترجع لشكلها الاولاني. دي هنستعملها مين بقى؟ للاثنين، للي عنده سنان واللي ما عندوش. ما هو لو ما فيش سنان الماده مش هتخبط رجلها في الارض وتقول لك لا انا عايز اندر كات عشان اطلع منها. لا، هي مش كده. هي الماده نشفت، لقت اندر كات هتطلع وترجع منها زي الفل. ما لقتش اندر كات برضه هتطلع زي الفل، ايه المشكله؟ المشكله كانت في اللي فاتت في الريجيد، اللي هي لو لقتش اندر كات تطلع كويس، لو لقت اندر كات تبوظ. اوكي؟ طيب دي الامبريشن ماتيريالز النون الاستيك الثلاثه دول، والالاستيك الاثنين دول اللي بيتقسموا هناخدهم دلوقتي بالتفصيل ماده ماده دلوقتي. نبتدي بالنون الاستيك امبريشن ماتيريالز. البلاستر امبريشن، الامبريشن كومباوند وزنك اوكسيد ايجينول. البلاستر امبريشن ده اللي هو الجبس، بس ليه شويه اضافات ثانيه في الكومبوزيشنز ما علينا. البلاستر امبريشن خلاص بقى ماده هيستوريكال، خلاص مش موجوده، ما بنشوفهاش في السوق، ما بنلاقيهاش، ما فيش شركات بتصنعها. اللهم الا في بعض ناس مؤخرا عملوا بحث باستعمال عشان يعمل الامبلانت، وكان عامل امبلانت وبيحاول ياخد امبريشن بيها، ما علينا من التفاصيل، بس يعني كانت تجربه علميه ما كانتش حاجه للعياده عندك. فخلاص بلاستر امبريشن انا ما شفتوش، خلاص انقرض من زمان. تاني ماده الامبريشن كومباوند ده بيجي لي في شكل تو فورمز، شيتس اند كيكس اللي هي الحاجات اللي انت شايفها دي المربعه دي. التاني حاجه ستيكس بنسميها جرين ستيك كومباوند لان اغلبها بيكون لونه اخضر، الاحمر والابيض دول انا ما شفتهمش، انا بشوف على طول الاخضر ده، فعشان كده اسمها المنتشر وعالميا بيتقال عليها اسمها جرين ستيك كومباوند. تاني حاجه التالت ماده زنك اوكسيد ايجينول ده بيجي لي تو بيست ديفرنت كارز، اتنين بيست، واحد ده وواحد ده، بتبتدي تعمل لهم ميكس عند سيادتك في العياده. السيتنج رياكشن ايه هو؟ بتاع البلاستر امبريشن ماتيريال هناخده بالتفصيل في الجبسم، مش عايزين نتكلم في تفصيله دلوقتي، وبيكون كيميكال رياكشن. امبريشن كومباوند ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الشمع والزيوت والكلام ده كله، فلما بتسخنها تتحول لسوفت، لما بتبردها تتحول لهارد، تفاعل رايح جاي، تفاعل فيزيكال رياكشن. زنك اوكسيد ايجينول التفاعل ده احنا خدناه قبل كده فين؟ برافو عليك، في السيمنز. زنك اوكسيد مع الميه يديني زنك هيدروكسيد، الزنك هيدروكسيد يتفاعل مع الايجينول يديني زنك ايجينوليت مع ميه. تفاعل اسمه كيليشن، والقصه اللي حكيناها قبل كده ان الزنك اوكسيد عمره ما يتفاعل مع الايجينول، لازم يبقى فيه ميه عشان هو يحول زنك هيدروكسيد وهكذا. نيجي للخصائص بقى، فاكر الفاكتور افكتنج اكيوراسي؟ اكتبهم لي بعد اذن حضرتك كده وابتدي ذاكر كل ماده معايا. اول حاجه البلاستر امبريشن ماتيريال اخباره ايه في الفلو؟ فيري هاي فلو، ده حضرتك بودره عجنها بميه، واعلى فلو لماده هي الووتر، يبقى الفلو بتاعها فيري هاي فلو. امبريشن كومباوند انا قلت لك بيتكون من ايه؟ من شويه شمع وزيوت وحاجات زي كده، فلا لا لا الفلو بتاعه وحش مش كويس. امال زنك اوكسيد ايجينول؟ لا الفلو بتاعه جميل بنحبه جدا. طب نيجي للدايمنشنال اكيرسي بقى اخباره ايه؟ البلاستر امبريشن زي ما هناخد شابتر الجبسم هتلاقي انه بيقول لك بيحصل له اكسبانشن، بس هنا انا حطيت فيه انتي اكسبانشن اديتيفز، يعني في المصنع بتاعي الراجل حط شويه مكونات كده تمنع ان يحصل اكسبانشن ده، فبالتالي بقى عنده ليتل اكسبانشن نقدر نتجاهله. فالبلاستر امبريشن ماتيريال كان ماده حلوه قوي ساعتها زمان، الكلام ده زمان لما كناش لسه اخترعنا باقي الامبريشن ماتيريالز. طب والامبريشن كومباوند؟ لا باد. ما هو ليه باد بقى؟ ده عباره عن شمع، والشمع عنده كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن عالي. يعني ايه؟ يعني الماده لو سخنتها تتمدد كتير، لو بردتها تكش كتير، تمام كده؟ الماده دي حضرتك شويه شمع قلت لك هنعمل فيها ايه؟ هنسخنها عند درجه حراره مثلا ولتكن 55، لما تنزل لدرجه حراره الفم اللي هي 37 هتكش بمقدار كبير ولا صغير؟ لا بمقدار كبير. ليه؟ عشان الكوفيشنت بتاعها عالي. ده عيب في الماده مش هنقدر نتغلب عليه.
طب الزنك اكسيد ايجينول قال لك لا، الشرينكج بتاعها اللي بيحصل قليل قوي نقدر نتجاهله، نسبته قد ايه حضرتك؟ 1 من 100، 1 من 10%، 1 من 10% نسبة قليلة قوي، فيعتبر مادة كويسة. طيب الاستيستي بقى، التلاتة ريجيد لو لقوا اندر كات هيحتسوا قدامها، لو بلاستر هيحصل له فراكتشر، هيتكسر. مش انت لو الكاست بتاعك اللي بتشتغل عليه سبيشال تري ده لو وقع بيتكسر؟ اه، اي حاجه من زخارف البيت دي لو وقع بتتكسر. طيب الامبريشن كومباوند لا، لو حصل، لو طلع من اندر كات يحصل له ديفورم، دي تاني يتعوج. طب الزنك اوكسيد ايجينول برضه يحصل له ديفورميشن. عشان كده الثلاثه بنحل المشكله بتاعتهم، ان انا بستعملهم مع مين؟ مع المريض اللي ما عندوش سنان، كومبليتلي ايدنشلس بيشنت. طب ادير تو ذا تري، الثلاثه بيلزقوا في التري. البلاستر امبريشن احنا حطينا له مواد عشان تخليه يلزق، امبريشن كومباوند هو شويه شمع فبيلزق، والزنك اوكسيد ايجينول اصلا حضرتك ده بيلزق في اي حاجه، بيلزق في التري وفي ايدك وفي بق البيشنت وعلى هدوم البيشنت، وبتبقى حوسه. ولو الراجل عنده شنب ودقن يا سلام، بيخرج من عندك ايه، متلون الوانات السماء وما عرفش يطلعه. طيب الدايمنشن ستابيليتي بيحصل ايه بقى لو سبته؟ الجبس تقريبا مش هيحصل له حاجه، ممكن فيري ليتل ديجري اوف كونتراكشن بنتجاهلها عشان بيحصل له دراينس فبيفقد الميه، فلا ده كويس. ما عمرنا ما بنينا حيطه جينا تاني يوم لقيناها كشت عشان البلاستر بيكش. طب الاميرشن كومباوند باد ليه؟ لسببين. اول حاجه الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بتاعه العالي زي ما قلناها قبل كده، بس درجه حراره تنزل من درجه حراره الفم اللي هي 37 لدرجه حراره الاوضه اللي هي 20 او 25، فبالتالي نزل درجه الحراره هيكش. طيب تاني حاجة ايه هي بقى؟ الامبريشن كومباوند ده بنشتغله ازاي؟ زي ما هناخد في المانيبيوليشن، بجيب حلة مية سخنة واحط فيها الامبريشن كومباوند ده واشيله وابتدي اعجنه، افعصه، اعمل له نيدنج. تجيب كده الامبريشن كومباوند تقعد تعجن فيه، تعمله زي الصلصالة ما كنت بتلعب بيه زمان. حضرتك كده انا عملت جواه انترنال ستريسز. تمام؟ الانترنال ستريسز دي بعد فترة هتطلع. يعني ايه كلمة انترنال ستريسز؟ هات كيس بلاستيك وطبقه بايدك وافتح ايدك، هيحصل ايه؟ هتلاقي الكيس ابتدى يرجع زي الاول. نفس الفكره، يعني انا جبت الامبريشن كومباوند وقعدت اعمل فيه نيدنج، قعدت افعصه كده واشيله وانكته والبته وعجنه، حصل فيه ايه؟ خلاص بقى جوه انترنال ستريس. لما تشيله من بوق البيشنت وتسيبه لحد ما يتصب هيعمل ريليز للانترنال ستريس، فيحصل ديستورشن. يبقى في حاجتين بيحصلوا في الامبريشن في الدايمنشن ستابيليتي، اول حاجه فرق الحراره من درجه الفم لدرجه الاوضه، تاني حاجة distortion due to release of internal stresses. جت منين ال internal stresses؟ من حضرتك قاعد بتعمل له needing. طب الزنك اوكسيد ايجينول أخباره إيه؟ لا حلو، ما بيتغيرلوش، الدايمنشنز بتاعته ما بتتغيرش إلا لو اتحط في مكان سخن. ليه؟ لأن هو في جواه thermoplastic resins، مجموعة من الشموع كده في ضمن تركيب الشمع، فلو درجة حرارة عالية الشمع هيسيح فباظ. كومباتيبلتي زمود الانداي ماتيريال اللي هي الجبسن برودكتس هنتكلم عليها انتوا اندر جرادز، مش هنتكلم في باقي الامبريشنز في باقي المود انداي ماتيريالز، هي بس الجبسن. بلاستر امبريشن اكيد نوت كومباتبل، الاثنين زي بعض، الاثنين هم التركيب ده بلاستر وده بلاستر، فبالتالي هيتفاعلوا كيميائيا الا لو حطينا سيبريتنج ميديوم. طب السيبريتنج ميديوم ده حاجه كويسه؟ هو يحل المشكله بس مش كويس قوي. ليه؟ لان هو هيقلل الاكيرسي بتاعت الفاينل كاست. يعني مثلا خدت امبريشن وفي حته فاين ديتيلز موجوده ومشان الروجي اريا معموله كذا كذا، طب انا جيت حضرتك حطيت السبريتنج ميديوم، ما هيعمل ماسكينج لده، هيقفل الفاين ديتيلز دي. هو مش حلو السبريتنج ميديوم، بس انا مجبر ان انا استعمله. طب الامبريشن كومباوند كومباتبل، الحمد لله جاب درجه من السبعه اللي فوق ولا من سته اللي فوق، يعني جاب واحد من سته، ربنا يكرمه بصراحه. طب الزنك اوكسيد ايجينول لا كومباتبل. طب بنفكه ازاي؟ حضرتك بعد ما بتحط الكاست الجبس وتصب وتسيبه ينشف، بنجيب علبه فيها ميه سخنه وتسقط الاثنين في بعض، هتلاقي حاجات الشموع اللي موجوده في الزنك اوكسيد ايجينول ده ابتدت تسيح، فتلاقي الكاست اتفصل بسهوله عن الامبريشن ماتيريال. طيب بعض خصائص اخرى بقى مميزه للبلاستر امبريشن، هو كان ليه انبليزنت كونسيستنسي. تخيل لما تعجن جبس كده وتلاقي الماده صايصه معاك، تخيل دي تحطها في بق البيشنت، لا كونسيستنسي وحشه. التيست بتاع البيشنت ما كانش بيحبه. تالت حاجه، هو لما بيسخن لما بيتفاعل بيطلع حراره. انا حاولت اقلل الحراره قدر الامكان، بس ستيل في حراره بتطلع، ودي بتعمل ديهايدريشن للتيشوز، تنشف التيشوز بتاعت البيشنت، عشان كده البيشنت ما كانش يحبوا البلاستر امبريشن. طب الامبريشن كومباوند في ميزه حلوه جدا، هو اكسبت اديشن اند كوركشن. يعني ايه؟ يعني انا جيت خدت الامبريشن لقيت في حته معوجه، سخنها وخد الامبريشن تاني هو هو.
لقيت في حته ناقص سخن حته تانية وسخن الامبريشن وضيف الاثنين على بعض ولزقهم بايدك كده، ما هو ده شمع حضرتك، الزقهم وخد امبريشن بيها. وفي ميزه تانية بتنفعنا في اغراض البحث العلمي، ان انا ممكن اعمل بيها الكترو بليتد داي، يعني خدت امبريشن او جاي صبه بكبر بنحاس. وخلي بالك اسمه امبريشن كومباوند سي او، وده ويز كبر برضو سي او. طيب الزنك اوكسيد جينول بقى اخباره ايه؟ في للاسف مشكله ان هو اريتيشن لسام بيشنتس، بيسبب شويه اريتيشن لبعض المرضى، فبالتالي بنستعمل الفورمولا اللي هي جينول فري فورمولا زي ما قلنا في السيمنز بالظبط. طيب عيبها بقى اللي انا قلت لك قبل كده، ان هي بتدهير في كل حاجه، بيشنت سكينز وسكين ولبس، ولو في شعر في شنب ولا دقن ولا حاجه بتلزق فيه، وبتبقى الدنيا ملغوصه. طب حلها ايه؟ هات فازلين وادهن بيه التيشوز دي كلها قبل ما تستعمله. الفازلين هتلاقي بيمنع القصه اللي بتحصل دي. طيب التري بقى اللي هنستعملها ده سكندري امبريشن، يبقى نحتاج له نون بيرفوريتد اكريليك ريزن سبيشال تري. ده هيبقى برايمري امبريشن. ليه برايمري؟ لان هو من سته جاب واحد، يعني جايب كحكه كبيره قد كده صاغط، يبقى ده برايمري، يبقى نون بيرفوريتد ستوك تري. وليه نون بيرفوريتد؟ لان هو بيلزق لوحده. طب الزنك اوكسيد جينول يا باشا، ده برضو من الناس المعديين، ده في رايي الخاص ان احسن سكندري امبريشن تاخده البيشنت عنده كومبليتلي دينشرس بيشنت، فانت بتعمل كومبليت دينشر، يبقى زنك اوكسيد جينول. رايي الخاص، متفقين؟ التري هتبقى نون بيرفوريتد اكريليك ريزن سبيشال تري. اليوز بتاعتها بقى زي ما قلنا، بلاستر امبريشن هيبقى سكندري امبريشن لمين؟ كومبليتلي دينشرس بيشنت. الزنك اوكسيد جينول سكندري امبريشن لمين؟ برضه كومبليتلي دينشرس بيشنت. جميل كده. طيب الامبريشن كومباوند بقى اللي انا قلت لك ليه تو فورمز، شيتس اند كيكس وستيكس. الشيتس اند كيكس اللي هي بتاع كانت شكلها مستطيل دي او متوازي المستطيلات دي، دي كنا بنجيبها عشان نعمل بيها برايمري امبريشن. خلاص. طيب يبقى اول استعمال عادي فهمناه برايمري امبريشن فور كومبليتلي دينشرس بيشنت. طب ايه تاني حاجه بقى؟ تري ماتيريال فور ووش تكنيك. فاكر الووش تكنيك؟ مش انا قلت لك في الووش تكنيك بتاخد امبريشن بماده الفيسكوستي بتاعتها عاليه اللي هي دي الامبريشن كومباوند، وتاكت از سبيشال تري. انا خدت برايمري امبريشن بالامبريشن كومباوند، هقوم جاي عاجن زنك اوكسيد جينول الفوز اللي جنبه ده اللي هو الماده الفلو بتاعها عالي اللي هي تعمل سكندري امبريشن، واحطه على الامبريشن كومباوند، واقوم صبه واقوم حاطه في بوق البيشنت تاخد بيه سكندري امبريشن. فبيقول لك ان الامبريشن كومباوند هنا اكت از سبيشال تري، يعني او بنستعمله ايه؟ تري ماتيريال، هو تقمص دور اللي هو سبيشال تري، بدل ما تودي المعمل ويعمل لك برايمري كاست وتاخد سكندري امبريشن وي وي وي، لا في مره واحده وخلص. اوكي. طب الفورمه بتاعت الستيكس هي شكلها صوابع كده، بنيجي نعمل ايه؟ وانت بتعمل كومبليت دنشر اسوأ حاجه هتقابلك انك تعمل بوردر مولدنج، او حاجه ثانيه اسمها يسموها تريس بوردرز. يعني ايه؟ يعني في الطقم الكامل لازم الدنشر يوصل لاخر الفيستيبيول اللي هي حضرتك بتحط صباعك في بقك كده الاكل بيتحوش فيها، دي اسمها الفيستيبيول. يبقى انا عايز اوصل لحد اخر الفيستيبيول. طيب لا اطول عنه ولا اقصر عنه، لو طولت عنه هيضايق المريض، لو قصر عنه هيبقى الطقم مش لازق كويس في التيشوز فيقع. طب حلها ايه المشكله دي؟ الحل اللي انا بقوله لك دلوقتي، هعمل ريكورد للبوردرز عن طريق الستيكس دي، عن طريق الجرين ستيك كومباوند. بنعمل حاجة اسمها بوردر مولدنج. مولدنج يعني تشكيل، يعني هشوف شكل البوردرز ايه واخد شكلها بالظبط. أو التانية بوردر تريسنج. تريسنج يعني التعقب، يعني همشي ورا البوردرز أشوف آخرها فين بالظبط. فبنيجي نعمل على سبيشال تري بوردر مولدنج من جرين ستيك كومباوند، خلصت البوردر مولدنج أقوم جاي واخد سكندري امبريشن بمين؟ بزنك اوكسيد جينول. عشان كده اللي كان بين قوسين بيقول لك ايه؟ أفتر بوردر مولدنج ويز جرين ستيك كومباوند. المانيبيوليشن بقى، البلاستر هنتكلم عليه في الجبسون زي ما قلنا قبل كده. المانيبيوليشن بقى بتاع الاميرشن كومباوند، الشيتس اند كيكس بتسخنها في حمام ميه 55 60 درجه. هي ما عندهاش ثيرمال كوندكتيفيتي عاليه، يعني قدرتها على توصيل الحراره قليله. يعني لو جبت الشيت كده وحطيته في الميه، مين اللي هيسخن؟ اللاير الخارجيه بس، اللاير اللي جوه تفضل هارد زي ما هي، عشان ما في الحراره ما بتتنقلش من خلاله. طيب هعمل ايه بقى؟ هعمل نيدنج. اوكي؟ تحط تغطس الشيت ده، تحطه في الميه، تسيبه فتره شويه، وبعد كده تطلعه من الميه وتبتدي تعمله نيدنج. تفعصه. ليه تفعصه؟ عشان تخلي الحته الهارد تبقى على السطح والحته السوفت تدخلها جوه، وتفضل تعمل النيدنج ده لحد ما تلاقي الماده كلها بقت سوفت.
النيدنج لازم يتعمل اوتسايد ووتر. جيف ريزون ليه؟ بيولوجيك لو عملت نيدنج جوه الميه، انت دخلت الميه عملت انكوربوريشن للميه جوه الامبريشن كومباوند، الميه هتاكت از بلاستيسايزر، هتزود الفلو، هتغير الخصائص، هتخلي الامبريشن كومباوند وحش، الامبريشن بتاعك هيطلع سيء للغايه اكتر ما هو سيء. ادي الرابر باول حاطين فيها ميه سخنه، بنجيب ده الشيت اهو بنحطه نسقطه، يبتدي نسيبه شويه يطرى، تبتدي تعمل النيدنج ده التفعيص. بيبقى على مش صوره واحده، هم 7-8 صور بس يعني نختصر الموضوع بتاعنا. الستيكس بقى حضرتك بتجيبها تحط الفليم ده كده وتبتدي تسخن عليه. حسك عينك وانت بتسخنه يعمل الفقاقيع هواء. يعني ايه الفقاقيع دي؟ يعني تبتدي يفرقع. الجرين ستيك كومباوند ده جواه مجموعه من الزيوت، لو سخنتها عند درجه حراره اعلى من المطلوبه هتبتدي تتبخر، فتتبخر تعمل لك ايه؟ فقاقيع الهواء دي. لو عمل الفقاقيع دي ده غلط كده باظ. المفروض بنعمله ازاي؟ بتسخنه لحد ما يحصل له ديفورميشن اندر اتس اون ويت. يعني ايه الكلام ده؟ هات شمعه وسخنها هتلاقيها ابتدت تبقى طريه وبتتعوج لوحدها، صح كده؟ نفس الفكره في الزنك في الجنستيك كومباوند ده اللي انا عايزه. يا دوب تسخنه ما تعرضوش على الفيلم دايركت، لا كل شويه تحطه كده على الفيلم وتبعده، تحطه وتبعده لحد ما تلاقيه ابتدى يبقى طري خلاص، ابتدى يقع، تاخد الحته دي وتحطها على البوردر بتاع السبيشال تري وتقوم عامل حته البوردر مولد. المانيبيوليشن بتاع الزنك اوكسيد ايجنول هو بيجي لك تو بيس بتحطهم على جلاس سلاب او اويل ريزيستنت باد وبتستعمل ستان ستيل سباتولا. ادي الاويل ريزيستنت باد اهي وادي التو ايكوالنسز، تعمل لهم ميكس لحد ما تتاكد ان هو بقى هوموجينس كلر. وخلي بالك التري الستان ستيل سباتولا بتبقى ريجيد مش سيمنت سباتولا، سباتولا عريضه شويه بتبقى مخصوصه للميكسنج الامبريشن. التريج تفضل لمس الورقه ما تسيبهاش لحد ما تخلص ميكسنج. حضرتك بتشيل الاحمر او وتحطه على الابيض او العكس ما فرقتش، بتشيل واحد منهم وتقوم حاطه على التاني، تبتدي التري السباتيولا بتاعتك تفضل تعمل ميكسنج ما بتطلعش ما بتسيبش سطح البيبر. التفاعل بيحصل له اكسلريشن بحاجتين قلناهم قبل كده في السيمنت اللي هم الهيت والهيوميديتي. هنا بنزود حاجه ثالثه البرايمري الكحول زي الايثايل الكحول يخلي التفاعل يتسرع معاك يبقى سريع. نتكلم بقى على الالاستيك امبريشن ماتيريالز. اول حاجه عايزين نتكلم قبل ما نخش في الهيدروكولويدز على الميكتشرز. يعني كلمه ميكتشرز يعني خليط، جبت حاجه وخلطتها ببعض ليكويد مع سوليد. ممكن يديني حاجه اسمها ترو سوليوشنز، ممكن يديني حاجه اسمها كولويدز، ممكن يديني حاجه اسمها سسبنشنز. ايه الكلام الغريب ده؟ الترو سوليوشنز اهي والسسبنشنز. ترو سوليوشن يعني جبت شوجر خلطته في ميه، جبت كوبايه ميه كده وحطيت فيها شويه سكر او شويه ملح وخلطتهم فيها، هيحصل ايه؟ هبص على الميكشر عليه هوموجينس ميكشر، يعني متجانس مع بعضه، مش عارف تفرق السكر عن الميه. سوليد بارتكلز كانت بي سين باي نيكد اي، ما تشوفهاش بعينك اللي مش هتعرف تفصلهم، لو عديتهم على ورقه فلتر مش هتفصلهم برضو. طب ايه الهيتروجينس بقى؟ جبت شويه رمله وخلطتها في ميه، هيديني هيتروجينس ميكشر، شكل الميه في الرمله مش لذيذ. هتعرف بعينك تفرق حبيبات الرمله من الميه، لو جبت فلتر بيبر ومعديتها هتلاقي الاثنين بيتفصلوا عن بعض بمنتهى السهوله. ليه؟ قال لك علشان الديسبيرسد فيز بارتكلز اللي هي جزيئات السكر او الميه حجمها بيكون اقل من 10 اس ناقص 7 سنتي، انما في السسبنشنز بيكون اكبر من 10 اس ناقص 5 سنتي، واللي هنا اس ناقص يعني مش بوزيتيف ودي ماينس، الاشاره بالسالب هنا، فعشان كده الرقم ده بيبقى اكبر من ده. ما تلخبطش حته في الرياضه كده ما علينا. طيب لو حجم الجزيئات بقى في النص من 10 اس ناقص 7 ل 10 اس ناقص 5 هنعمل ايه؟ هيجينا حاجه اسمها كولويدز. اوكي ده هيبقى هيتروجينس سوليوشن، زي ما تجيب حضرتك كده شويه نشا وتدوبهم في ميه، لا هو رايق زي الميه بسكر ولا هو عكر زي الميه في الرمله، الرمله في الميه. ادي المنظر بتاعهم، ده ترو سوليوشن، ده ميه مدوبين فيها سكر، ده ميه حاطين فيها شويه رمله ما دابوش طبعا والمنظر كده. ده بقى الكولويد سيستم. انا ليه شرحت الرغي ده كله؟ عشان اعرف لك يعني ايه كلمه كولويد. الكولويد البارتكلز بتاعه ديسبيرسد فيز بتبقى متربطه ببرايمري او سكندري بونز على حسب زي ما هنقول دلوقتي. الديسبيرشن ميديوم لو ميه هنسميه هيدرو كولويدز. يبقى ايه كلمه كولويدز؟ اي حاجتين دايبين في بعض بس المذيب مش ميه، لو المذيب ميه يبقى اسمه هيدرو من ميه، هيدرو كولويدز. الهيدرو كولويدز متواجد في حالتين، يا اما سول يا اما جيل. ده جيلي، ده فيديو من على النت كانت واحده بتعمل جيلي، فحضرتك في الاول خالص لما بنيجي نعمل الجيلي
بيبقى في حاله سوليوشن كده اللي هي السوليد ستيت، بتصبه عادي وبالكبشه، هي بتصبه بالكبشه. بعد فتره ما بينشف بيبقى الجيلي بقى اللي حضرتك بتاكله كده او بتشتريه جاهز، ده الجيلي. شاف خد شكل الجل ازاي؟ هنا هنقارن دلوقتي بين الاثنين، ادي السول وادي الجل. السول اخباره ايه؟ فيسكاس ليكويد، ليكويد سائل، انما ده سيمي سوليد ستيت، حاله شبه صلبه. الديسبيرسد فيز اللي هي الجزيئات اللي في النص بتبقى سوليبل في الديسبيرشن ميديم، بتبقى دايبه، انما هنا لا ما بتبقاش دايبه، هنا بتبقى مترسبه، بتعمل لي نتورك ستراكشر بنسميه براش هيب ستراكشر، حاجه شبه الشعر بتاع الفرشه. الامبريشن ماتيريال بندخلها في حاله السول وتحصل لها التفاعل بتاعها، تتحول لحاله الجل. بمجرد ما توصل لحاله الجل بتشيلها من بق البيشنت. بتتحول ازاي؟ عن طريق اجلوميريشن، يعني ترسب او الجزيئات دي تتكون في بعضها، اجلوميريشن اوف ذا ديسبيرسد فيز ايذر باي فيزيكال اور كيميكال رياكشن. التفاعل بتاعها هيبقى فيزيكال او كيميكال. هنربط الديسبيرسد فيز عن طريق برايمري بوند ولا عن طريق سكندري بوندز، يبقى ده التفاعل بتاعي. طيب الجيل سترينث بقى، لما تبقى الماده في حاله جيل، ايه الحاجات اللي تتحكم في السترينث بتاعها؟ اول حاجه كونسنتريشن اوف فايبرز، الحبيبات بتاعتها، الجزيئات بتاعتها، هل هي حجمها كتير ولا لا؟ اكيد كل ما تزيد الفايبرز اللي موجوده جوه كل ما السترينث بتاعي هيزيد. لو حطيت فيها فيلرز، لو زودت نسبه الفيلرز، بايولوجيكال جيل سترينث هيزيد. تالت حاجه بقى، لو انا بتكلم في ريفرسبل هيدروكولويدز اللي هي بالحراره بتتحول لصل وبالتبريد تتحول لجيل، دي التمبريتشر بتاعتها هتفرق اكيد طبعا. يعني حضرتك طبق الجيلي عشان ناكله بيبقى جيل كده، بنحطه في الثلاجه ليه؟ عشان درجه الحراره تسقع. طب حضرتك لو جبت الطبق الجيلي ده وسبته في الهواء بره شويه في يوم حر كده ولا حاجه، هتلاقيه اخباره ايه؟ هتلاقيه ابتدى يبقى دخل قرب اكتر ناحيه الصول، هتلاقيه ابتدى زي يسيح كده شويه. يبقى كل ما درجه الحراره بتقل كل ما الجيل سترينث بيزيد. تاني حاجة عايزين نتكلم عليها في خصائص الهيدروكولايز هي التير سترينث، مقاومتها للقطع. هات ورقة واقطعها، أخبارها إيه؟ بتتقطع بسهولة، يبقى عندها التير سترينث هنا قليل. طب هات الكتاب كده وحاول تقطعه مرة واحدة، مش هتقطع عشان التير سترينث بتاعي عالي. عموما الهيدروكولايز التير سترينث بتاعها أقل من الإلاستومرز، ده عيب فيها. طيب جيف ريزون بقى، إزاي أزود التير سترينث؟ أول حاجة تخلي السيكنس بتاعها 4 مللي، من 4 ل 6. مش انا قلت لك الورقه سهله تتقطع، انما الكتاب صعب يتقطع. بعد ما بتنشف حضرتك شيلها بسرعه، شارب سناب ريموفل. بتخلص الامبريشن بعد ما بينشف كده تقوم جاي شده مره واحده في اللونج اكسس بتاع السنه. ده لسببين، اول سبب منهم انك تزود التير سترينث. يبقى ازاي بنزود التير سترينث؟ بحاجتين، ايه هما؟ زود سيكنس وشد بسرعه، شارب سناب موفمنت. واحفظ لي كلمه شارب سناب دي، بننتشه كده بسرعه. تالت خاصيه الالاستيك ريكفري، انا ضحكت عليك وقلت لك دول اسمهم الاستيك امبريشن ماتيريال، لا هم اسمهم فيسكو الاستيك امبريشن ماتيريال. يعني ايه فيسكو الاستيك؟ يعني سترين ريت سنسيتيف، يعني بتتاثر بالسترين ريت، زي المثال اللي قلناه قبل كده في الميكانيكال بروبرتيز. هتعود القصب وكسره جامد مره واحده هياكت از بريتل، اتنيه بالراحه هيبتدي تلاقيه تانى كده معاك وابتدى يفعص وينزل الميه اللي جواه، اكت از داكتايل. طيب انا محتاج اقلل البيرمنت ديفورميشن اللي بيحصل على الامبريشن، فالامبريشن ماتيريال بشده بسرعه، بعمله شارب سناب ريموفال. ليه شارب سناب ريموفال؟ لسببين، اول سبب قلناه في السلايد اللي فاتت ان ازود التير سترينث، وتاني سبب بنقوله دلوقتي انك تقلل البيرمنت ديفورميشن. يعني ايه؟ يعني لو جبت انا مثلا حته صلصال وضغطت عليها لحظه واحده، ثانيه واحده، هيحصل فيها ديفورميشن قليل مقارنه بان انا اجيبها وادوس عليها مثلا 10 ثواني، يبقى الديفورميشن هيبقى كتير. نفس فكره الفيسكولاستيك ماتيريال، لما تيجي تشيلها شيلها بسرعه. ليه؟ عشان تتعرض لستريس فتره قليله، فالسترين يبقى فتره قليله، فالديفورميشن يبقى قليل. جميل كده. عندي سؤال بقى مهم، جيف ريزون، مهم جدا جدا، لازم هيجي لك. ليه الامبريشن ماتيريال او الاستيك امبريشن ماتيريال شود بي ريموفد وذ شارب سناب موفمنت؟ ليه بنشيلها بسرعه؟ او ليه الريموفال بتاعها بيبقى شارب سناب؟ ليه؟ عشان حاجتين، تزود التير سترينث، وتاني حاجه تقلل بيرمان ديفورميشن. تزود التير سترينث ازاي؟ هات حضرتك كده مثلا، تخيل ان معاك ورقه وحط ايدك عليها وخلي زميلك يشد الورقه. لو شدها بالراحه هتلاقي الورقه ابتدت تتكرمش تحت ايدك وتبوظ. طب لو شدها بسرعه يحصل ايه؟ مش هتتقطع، هتتشد معاك بسهوله، انما لو انت ضاغط ايدك وهو قاعد يشد بالراحه هتتقطع وتبوظ وكده. يبقى انا زودت التير سترينث ازاي؟ عن طريق ان انا شديتها بسرعه.
رابع حاجه هنتكلم فيها الدايمنشنال ستابيليتي. لا للاسف هم انستابل، بيحصل لهم حاجتين، حاجه اسمها سينرسز وانبيبيشن، وتاني حاجه ثيرمال تشينجز. نتكلم فيهم حاجه حاجه. السينرسز والانبيبيشن ده، طيب قبل ما نتكلم عليهم عايز اشرح لك حاجه. هو الجيل ستيت اللي احنا وصلنا لها كانت عامله ايه، شكلها ايه؟ في عندي شويه فايبرلز منتشره اللي هي البراشي بستراكشر، اللي هي الحاجات اللي كانت دايبه وحصل لها اجلوميريشن، محوطه جواها جزيئات الميه. طيب هل هي مقفله على نفسها 100%؟ لا، انت الميه دي ممكن نفقدها وممكن نكتسبها. ده هم فقدتها يبقى اسمه سينيرسيس، اكتسبتها يبقى اسمه امبيبيشن. ايه ده؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. دي قراصيا. ايه القراصيا دي؟ كنا بنجيب برقوق ونسيبه ينشف يتحول للقراصيا، والباقي بقى كله بقى اللي حضرتك عارفه، الزبيب والعنب والمشمشيه كانت مشمش وهكذا. ده فقد ميه، حصل له سينيرسيس. طب ايه الكور دي؟ كور اللعب الصغنطوطه دي حضرتك كنا بنجيبها في الشكل ده، دي الكره صغنطوطه بنحطها في ميه اللي هي كبرت وبقت كبيره قوي كده، وفيها اشكال بقى حيوانات وحاجات زي كده كنا بنلعب بيها، واعتقد انتوا برضو لعبتوا بيها. دي حصل لها امبيبيشن، امبايب يعني شرب، فهي شربت الميه فاتمددت. الهيدروكولويد عنده المشكلتين دول، لو سبته في الهواء هيفقد الميه يبقى لوس اوف ووتر. هتحصل امتى؟ لو سبت الامبريشن في الهواء هتعمل ايه؟ هيحصل له شرينكج. اهو ده الجينيت امبريشن ماتيريال سبناه، شايف ابتدى يكش الحته دي ازاي، شايف ابتدى يكش هنا ازاي، كل الحاجات ده الامبريشن ده باظ مش حلو. على الناحيه الثانيه بقى امبيبيشن ايه هو؟ ابتيك اوف ووتر، شرب الميه، ابتلع الميه، هيحصل الامبريشن. لو سبته في ميه يحصل له امبيبيشن، هيحصل ايه؟ هينتج عن ذلك اكسبانشن اوف ذا امبريشن. ادي هيدروكلوريد حطيناه في المعلقه دي وحطيناه في الميه، بعد كده بعد ما نشف شاف حصل له ايه؟ ابتدى يتمدد، شاف كبر ازاي؟ الحته دي ابتدت تكبر معايا. السنيرز امبيبيشن نتغلب عليه ازاي بقى؟ بعد حضرتك ما تاخد الامبريشن تجيب كيس كده من اللي بيتقفلوا دول، او كيس عادي واربطه بعقده، بلاش نعقد الدنيا، وتحط الامبريشن جواه. قبل ما تحطه غطيه بقطنه فيها منديه. الفكره في انك تخليه، احنا بنعمل ده عشان ايه؟ تو ستورد ان 100% ريليتيف هيوميديتي، 100% ريليتيف هيوميديتي. الفكره في ايه؟ ربنا خلق الكون في حاله اتزان، لو في حاجه اعلى من حاجه بتحاول توصل هي بنفسها لحاله الاتزان. نفس الاكزامبل اللي بنقوله لما تيجي تبخ برفيوم، حضرتك بتبخ بيبقى تركيز البرفيوم عند راس الازازه عالي جدا، بعد فتره بتلاقيه انتشر في الاوضه، هي نفس الفكره اللي هتحصل. ان انا لو سبت الامبريشن في الميه فتركيز الميه جوه الامبريشن اعلى بكتير من الهواء الخارجي، فهيحصل ايه؟ هيفقد الميه في محاوله للوصول للاتزان. طيب لو انا غطسته في كوبايه فيها ميه هيحصل ايه؟ تركيز الميه بره الامبريشن اعلى من تركيزها جوه الامبريشن، فهيكتسب ميه. لو انا وصلت لوسط ان الهواء المحاوط بالامبريشن متشبع بالميه، فمش هيبص للميه اللي موجوده في الامبريشن، لا يبقى عايز يفقدها ولا عايز يكتسبها، هو مش عايز، هو خلاص انا فيا اللي مكفيني، مش عايز اكتر من كده. ده بنعمله بالتركه دي، لما اجيب قطنه منديه واحطها جوه كيس بلاستيك واقفلها، القطنه هتخلي الجو ده اللي حوالين الامبريشن مشبع بميه، فبالتالي مش هيفقد ميه الامبريشن ولا يكتسب ميه الامبريشن. اقول لها خليكي ميتك في حالك، انا مش عايزها، انا مش محتاجها. يبقى ده التريك ان انا بعمل فيه 100% ريليتيف هيوميديتي، يجي لك جيف ريزون ليه بنستور ده في 100% ريليتيف هيوميديتي تو افويد سنيرسز اند امبيبيشن. في حاجات تانية اخترعوها محاليل وحاجات زي كده زي 2% بوتاسيوم سلفيت، بس الدراسات بتقول لك لا، ان 100% ريلاتيف هيوميديتي احسن من اي سوليوشن تاني. الثيرمال تشينجز بقى ايه هي؟ حضرتك الالجينيت احنا بندخله في بق البيشنت في درجه حراره 37، بعد ما بينشف بنشيله نحطه على البنش، فبينزل درجه حراره الاوضه اللي هي 23 او 25 مش مهم، هيحصل له كونتراكشن. الاجار بندخله جوه بوق البيشنت وبنبرده بميه ساقعه، يعني بنحط كده تري فيها ميه ساقعه ب 15 درجه. لما ينزل لدرجه حراره الاوضه اللي هي 23 هيحصل له اكسبانشن، اوكي؟ فالاثنين دايمنشن ستيبل لحاجتين، اول حاجه سنيرز امبيبيشن، ثاني حاجه الثيرمال تشينجز. الهيدروكولويد لازم نصبها ويزن شورت تايم، في خلال نص ساعه نكون صبناها، بنحاول نستنى نص ساعه وصبها. ديسنفكشن بقى المفروض يبقى العمليه بتاعتي سريعه، يعني تجيب سبراي كده وتبخه على الامبريشن وخلاص، ما ينفعش نغطسه. جيف ريزون ليه تو افويد امبيبيشن. في بعض محاليل الراجل المصنع يجي يقول لك لا، ممكن تعقم الامبريشن بالمحلول ده، غطسه مثلا لمده دقيقه او 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 او
كل زي المصنع بيقول امشي، الراجل عمل اختباراته ومتاكد منها. المهم السؤال اللي جالنا انتوا بقى كاندر جرادس، هو ليه ديس انفكشن بنحبه؟ نعمل بيه سبراينج، ديس انفكشن باي سبراينج ليه؟ هتقول لي تو افويد امبيبيشن. ليه ما ينفعش نعمل لها سوكينج يعني نغطسها جوه ديس انفكشن سوليوشن؟ تقول لي علشان افويد امبيبيشن وهكذا. طيب ليه ما ينفعش نعمل لها الكتروبليتنج؟ ما الكتروبليتنج ده حضرتك هتجيب الامبرشن وتغطسه جوه محلول عشان تعمل فيه الطلاق بالكهرباء، فبرضه مش هينفع عشان الامبيبيشن. كلها نفس التركه، الاسئله كتير بتدور حوالين السينيرسز والامبيبيشن. اكتر محلول بنستعملها بيبقى الايدوفورز او 2% جلوترال دايد او 1% صوديوم هايبوكلورايد. كومباتيبلتي الجبسم، لا هم مش كومباتيبل لسببين. اول حاجه بيبقى فيها ميه، الهيدروكلوريت ده جوه ميه، وبعدك بيجي تصب الكاست وتسيبه، لو سبته فتره طويله بتجي الميه بتاعت الامبريشن تفقد وتنزل على الكاست تبوظه. تاني حاجه، في بعض مكونات الهيدروكلويدز واحنا بنصنع الهيدروكلويدز بنحط عليها ماده زي البوركس. البوركس ده بيطارد ريتارد، يعني بيضاد تاثير السيتنج بتاع الجبسم، يعني يخليش الجبس ينشف، يخلي الجبس طول عمره طري ما ينشفش. طيب نقدر نتغلب على المشكلتين دول؟ نقدر نتغلب. ازاي؟ اول حاجه غطس الامبريشن في جبسم اكسلريتور، مش البوركس كان ريتاردر حاجه بتبطئ، حط له حاجه تسرع زي 2% بوتاسيوم صلفيت، او بنحط الاكسلريتور زي واحنا بنصنع في قلب الهيدروكوليد نفسه. الراجل دلوقتي في المصنع بقى بيحط لك الاكسلريتور زي ويبيعها لك مره واحده. طيب سابع حاجه، ينفع نعمل له الكتروبليتنج؟ قلنا لا. ليه؟ عشان عندهم امبيبيشن. ميزه فيهم بقى ان هم نون توكسيك ونون ايريتنت. نيجي نتكلم بقى على الهيدروكولويدز الاثنين، الريفرسبل هيدروكولويدز اللي هو الاجار والريفرسبل اللي هو الالجينيت. فكرته ايه؟ ده اول الاستيك امبريشن ماتيريال اخترعناها في الدنيا. ده عباره عن كان بولي ساكرايز بنجيبها من سيويدز، من طحالب بحريه بنجيبها ونتعامل بيها. الالجينيت ابتدينا نخترعه في الحرب العالميه الثانيه لما كانت مشكله الوصول للاجار صعب، علشان كانت الحرب على سواحل اليابان مطرح ما كنا بنستخرج الاستاذ ده، وعلى السواحل البحريه كلها عموما كان في الحرب دايره، فابتدينا نشوف مواد ثانيه. كانت الالجينيت ده ناتشورال ماتيريال بنجيبها برضو من مارين بلانيت. المود اوف سبلاي بنجيبه ازاي؟ يا اما جيل جار كده، يا اما بيبقى تيوبس او سيرنج. ده بيجي لي باودر وتخلطه حضرتك بميه في العياده عندك. الكومبوزيشن بقى بيتكون من ايه؟ هو اسمه اجار، يبقى بيتكون من اجار نسبته قد ايه؟ 12.5%. ده ديسبيرسد فيز. بنحط له شويه بوركس عشان يزود السترينث ويزود الفيسكوسي بحيث ان انا اقدر اتعامل معاه. بس زي ما قلنا ان البوركس ده بيعمل ريتارديشن للسيتنج رياكشن بتاع الجبسم بتاع الكاست، فبالتالي حطينا اكسلريتورز اللي هو مين؟ البوتاسيوم سلفيت. خلاص كده يبقى حطينا اجار لانه طاري، حطينا له بوركس عشان يقويه ويزود فيسكوستي لانه بيعمل ريتارديشن للجبسم، حطينا بوتاسيوم سلفيت. بنحط ووتر، نسبه الووتر قد ايه؟ 85%. واو. يبقى قبل ما اتكلم كده الفلو بتاعه اخباره ايه؟ بنحط له فيلرز عشان نزود الاسترينس ونزود الفيسكوستي. الالجينيت بقى بيتكون من ايه؟ من فكره الالجينيت كالاتي، ان انا بحط الجينيك اسيد او سولت اوف الجينيك اسيد. مع ايت يعني السولت بتاع الاسيد نفسه، فالجينيك سولت اوف الجينيك اسيد يبقى هي ايه؟ سولت اوف الجينيك اسيد هتبقى سوليبل زي الصوديوم والبوتاسيوم وتتحول لانسوليبل. جميل؟ يبقى هي كانت سوليبل يبقى ده السول اللي هو ده، لما تبقى انسوليبل يبقى ده الجيل. خلاص كده بنحط معاه كالسيوم سلفيت 12% برضه، وبنحط حاجه اسمها تراي سوديوم فوسفيت، ده الريتاردر. هنفهم دلوقتي بيعمل ريتارديشن ازاي. بتحط له طبعا شويه فيلر 70%، بتحط فلوريد عشان يزود خصائص الجبس لما نصبه، بتحط له فليفرنج ايجنت عشان يديك طعم يبسط البيشنت. دلوقتي طعم بالفانيليا والتفاح الاخضر وكل الاطعمه اللي انت هتلاقيها عايزها. بنحط كيميكال انديكيتورز بحيث ان هي تقول لك ان عملت الالجينيت ميكس دلوقتي، خلاص كده الميكس بتاعك مظبوط، حط في التري، حول لون تاني، حطه في البيشنت بعد ما حول لون تالت او رابع، لا شيل الامبريشن. الوانات كتيره وحاجات كتيره بتبقى موجوده دلوقتي. السيتنج رياكشن بقى، الاجار ده فيزيكال رياكشن، صول يتحول لجل عن طريق التسخين. اجي الصول لو سخنته لو بردته عند 43 درجه يتحول لجل، الجل لو سخنته عند 100 درجه يتحول لصول. في فرق كبير من 43 ل 100. الفرق ده الماده مجنونه، الفرق ده بنسميه هيستيريسيس، هيستيريا يعني الماده مطقه في دماغها. الجريت ديفرنس بتوين ليكوفاكشن اند جيليشن تمبرتشر از كولد هيستيريسيس.
طب الاجنيد بقى كيميكال رياكشن، تفاعل كيميائي، فكرته في ايه؟ هحول السوليبل الجينيك اسيد ل انسوليبل الجينيك اسيد، سولتس اوف الجينيك اسيد. جميل كده، يبقى نحول سوليبل تو انسوليبل. ايه التفاعل بقى اللي عندي؟ تفاعل ان انا احول السوليبل بوتاسيوم الجينيت او الالجينيت ده احوله ل انسوليبل الجينيت اللي هو الكالسيوم الجينيت. البوتاسيوم او الصوديوم الجينيت ده سواء بوتاسيوم او صوديوم تكافؤهم احادي، فكل ذره منهم بتبقى رابطه في نفس التشين بتاعت الالجينيت، نفس التشين بتاعتها، فما بتقدرش تربط اتنين. انما الكالسيوم ثنائي فيقدر يربط واحده الجينيت وواحده الجينيت. جميل، ده التركه بتاعت التفاعل، ما علينا من تفاصيلها. المهم البوتاسيوم سلفيت سوري البوتاسيوم الجينيت لما بنحطه مع الكالسيوم سلفيت يبتدي يتفاعل تفاعل تبادلي عادي، ده هيروح هنا وده هيجي هنا بمنتهى السهوله. يبقى البوتاسيوم الجينيت زائد كالسيوم سلفيت هيديني مين؟ كالسيوم الجينيت زائد بوتاسيوم سلفيت. ده كان بيدوب، البوتاسيوم الجينيت كان بيدوب، انما الكالسيوم الجينيت ما بيدوبش. يبقى انا حولت soluble salts of arginic acid to insoluble salts of arginic acid، حصل سيتنج بتاعي وخلاص على كده. بس في مشكله ان التفاعل ده كان سريع قوي قوي قوي، فحطيت ماده تبطئ التفاعل، حاجه تعمل ريتارديشن. مين الريتاردر اللي هحطه؟ التراي سوديوم فوسفيت. فكرته في ايه؟ هو مين المين اللي هيقود العمليه دي؟ الكالسيوم سلفيت. الكالسيوم سلفيت ده اول ما يتخش على الميكس، لما نخلطه بالميكس هيلاقي نفسه قدام طريقين، واحد بيحبه قوي 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 قوي، واحد بيحبه نص نص. مين اللي بيحبه قوي قوي؟ التراي سوديوم فوسفيت. فلما خلط الباودر بتاع الالجينيت على الميه، الميه تبتدي تخلي الكالسيوم سلفيت يتحرك، ميه فيتحرك فيها بسهوله، يجري على اللي بيحبه قوي اللي هو التراي سوديوم فوسفيت، يبتدي يتفاعل معاه لحد ما يخلصه. خلصه كله يبتدي يدور على اللي بيحبه اقل اللي هو مين؟ البوتاسيوم الجينيت. يبقى لو حطيت نسبه قليله من التراي سوديوم فوسفيت يبقى الريتارديشن هيبقى قليل، لو حطيت نسبه اكتر الريتارديشن هيبقى كتير، وهكذا. يبقى الكالسيوم سلفيت بريفيرز رياكتنج وذ تراي سوديوم فوسفيت مور ذان البوتاسيوم سلفيت، بيحب ده اكتر من ده. فبالتالي فورميشن اوف انسوليبل سولتس اللي هو سيتنج رياكشن اللي هو تكوين الكالسيوم الجينيت اللي هو سيتنج رياكشن ويل نوت ستارت، مش هيبتدي لحد امتى؟ لحد ما نخلص كل التراي سوديوم فوسفيت. ريتاردشن رياكشن بمنتهى السهوله برضه، تراي سوديوم فوسفيت زائد كالسيوم سلفيت، تبادل برضه، بدل ده مكان ده هديني سوديوم سلفيت زائد كالسيوم فوسفيت، والاثنين دول ما بيهمونيش في حاجه، انا كل اللي يهمني ان انا ايه؟ اخرت التفاعل الكالسيوم سلفيت مع البوتاسيوم الجينيت. نخش على البروبرتيز بتاعتهم بقى. الفلو بتاع الاجار لا الفلو بتاعه كويس، والالجينيت فلو بتاعه برضه كويس بس اقل شويه من الاجار، الاثنين فيهم نسبه ميه كبيره قوي. الدايمنشنال اكيوريسي اخبارها ايه بقى؟ الاجار عنده جود دايمنشنال اكيوريسي، الالجينيت ما عندوش، دي حاجه من الاختلافات اللي اختلفوا فيها. احنا في الاول خالص قلنا الجنرال بروبرتيز اللي تنطبق على الاثنين، انما هنا بتختلف ليه بقى؟ هشرح لك على الصوره الجايه. ده الاجار، الاجار بينشف ازاي؟ عن طريق ان انا بحطه في تري جواها مواسير بتعدي ميه ساقعه، الشكل الازرق ده ده ماسوره فيها ميه ساقعه معديه. الاجار التفاعل بتاعه زي ما احنا متفقين فيزيكال رياكشن، يعني لما برد ينشف. خلاص كده، انما الاجنيت كيميكال رياكشن. حلو. الاجار هيبتدي ينشف ناحيه التري دي. جميل؟ يبقى اول لاير هتنشف اللاير الخارجيه اللازقه في التري، بعد كده اللاير اللي وراها، اللاير اللي وراها، وهكذا وهكذا وهكذا. جميل؟ جميل. سؤال تاني، مين اكتر حته تهمني في الامبريشن؟ الحته اللي جنب التري ولا الحته اللي لازقه في السنه؟ طبعا الحته اللي لازقه في السنه، هنا الفينش لاين وهنا شكل السنه، ده اللي هشتغل عليه. اللي بره ده انا هرميه اصلا، مش دعوه بيه، مش عايز، مش فارق معايا بالبصل. يبقى مين اللي يهمني؟ الاستاذ الجميل ده. حلو، مين اول حته هتنشف؟ الحته الخارجيه. لما تنشف هيحصل لها كونتراكشن، وبعد كده الحته اللي وراها تنشف تعمل كونتراكشن وتشدها تاني زياده، والحته وهكذا. مين اهم اخر حته تنشف دي؟ الحته دي لما تنشف خالص في اخر حته هتبقى هي الفلو بتاعها. فالحته اللي فيها فلو هتعمل ادابتيشن لنفسها على الوضع الجديد. جميل؟ يعني ايه؟ يعني الحته دي لما تنشف وحصل فيها ديستورشن هتبوظ، ولو الحته اللي وراها حصل لها ديستورشن هتبوظ وتبوظ اللي وراها، ما هتاثر عليها بالعكس. اوكي؟ طيب في الحته دي بقى عندي في الفكره ان انا دي الحته دي تفضل فلو، يعني هتفضل طريه، لان السنه درجه حرارتها اعلى بكتير من درجه حراره الميه. الميه دي احنا قلنا 13
انما دي كانت 37 فدي درجه حرارتها اعلى، فاخر حته هتنشف هنا. اخر حته لما تيجي تنشف تبقى حته رفيعه وهي لسه فلو، فهتعمل نفسها الفلو يعني لسه سول يعني لسه طريه، فهتاخد الوضع اللي موجود كالاتي. طب اعكس لي بقى الكلام ناحيه الالجينيت. انا مدخل تري في درجه حراره الاوضه اللي هي 23 والسنه درجه حرارتها 37، هتبتدي تنشف فين الاول؟ ناحيه السنه. اللاير دي نشفت. حلو كده؟ طب اللاير اللي وراها هيحصل ايه؟ لسه فلو. لما تيجي تنشف هيحصل لها انها تكش مثلا، هتعمل ايه؟ هتقوم شاده من هنا. لما تشد من هنا مش فارقه خالص، ما كده كده الحته دي لسه فلو، فلما تتشد هتكيف نفسها على الوضع الجديد. عشان كده بيجي يقول لك ايه؟ لما هتحط التري الاجنيت حسك عينك تحركها، ليه تحركها؟ لان اول لاير هتنشف هي ناحيه السنه. اللاير ناحيه السنه نشفت، طب وبعدين؟ اي حركه هتعمل ديفورميشن على اللاير اللي لازقه ناحيه السنه اللي هي اهم لاير تهمني. يبقى الدايمنشنال اكيورسي بتاعت الاجار حلوه، دايمنشنال اكيورسي بتاعت الالجينيت وحشه. طيب الاستاسي بقى اخبارهم ايه؟ زي ما قلنا فيسكو الاستيك ماتيريال، واتكلمنا على الكلام ده قبل كده ديسكاست بيفور. الاستيك ريكفري بتحصل لها ريكفري بنسبه قد ايه؟ هنا 98.8 واو، وهنا 97.3، الدنيا حلوه مش وحشه برضو عاليه. الفلكسبيليتي دي عندها فلكسبيليتي عاليه. يعني ايه كلمه فلكسبيليتي؟ يعني ايه الاستيسيتي؟ فاكر الخيط اللي ربطته حوالين ايدك ده؟ انا بقى هجيب استك واربطه حوالين ايدك، في استك حوالين ايدك. الاستك هشده هيطلع من ايدك ويرجع يقفل تاني، شديته طلع من الاندر كات ورجع. لو طلع من الاندر كات سليم رجع زي الاول يعني ده الاستك. لو ما طلعش من الاندر كات ده نون الاستك، مش بتكلم فيه دلوقتي، انا بتكلم ان هو طلع من الاندر كات سليم يبقى الاستك. طلع بسهوله يبقى فليكسيبل، طلع بصعوبه يبقى ريجيد. خلاص كده تمام؟ او نقول نون فليكسيبل. جميل؟ اوكي. يبقى الموست فليكسيبل امبريشن ماتيريال، والسؤال ده ام سي كيو، اي اكتر ماده فليكسيبل في الامبريشن ماتيريالز هي الالجينيت. الموست فليكسيبل، السؤال يجي لك ام سي كيو. انما ده عند فليكسيبيلتي، اه الفليكسيبيلتي بتاعته عاليه مش وحشه. اديجنت ذا تري، لا الاثنين ما بيلزقوش في التري، لازم التري تبقى بيرفوريتد. في بعض المصانع بيقول لك خد الاديسيف ده كمان مع البيرفوريتد تري. معلومه زياده ليكوا مش للمنهج خالص، ان البرفوريشنز بتمسك في التري بصوره اقل من الاديسيفز، يعني بنحب الاديسيفز اكتر. وفي ناس بتقول لك حط الاثنين برفوريشنز واديسيف الاثنين مع بعض، تحس ان تتاكد 100% بنسبه كبيره ان الامبرشن لازق في التري جامد. دايمنشن ستابيليتي اخبارهم ايه؟ قلناهم قبل كده الاسنرسز والامبيبيشن. كومباتيبلتي والجبسم اند برودكتس برضو قلنا لا هم نون كومباتيبل، بس المشاكل نقدر نحلها زي ما شرحنا قبل كده. نيجي للتريز بقى اللي طالبها هنا، بيحتاج بيقول لك لازم تكتب لي كلمتين سبيشالي ديزايند ووتر كولد تري. تري سبيشال ديزاين، شايف التري اخبارها ايه؟ ده ماسوره ميه، الميه هتخش هنا وتلف جواها رايحه جايه رايحه جايه وتقوم خارجه من هنا. بندخل ميه ساقعه في التري عشان تبرد الاجار. انما دي برفوريتد ستوك تري. اوكي؟ برفوريتد ستوك تري. ممكن ميتاليك او بلاستيك مش فارقه، بس لازم تبقى برفوريتد. الكوست بتاعي، لا هنا فيري اكسبنسيف اكويبمنت، حضرتك بتجيب جهاز هنتكلم عليه دلوقتي وقصه كبيره، انما ده بيبقى رخيص. ده حضرتك كيس الجينيت بتشتريه ب 40 50 جنيه، ورابر باول وسباتيولا ب 20 جنيه وبتعيش بيهم طول عمرك، بيتغيروا يعني. ما علينا. اليوز بتاعتها بقى، الاجار بنستعمله كسكندري امبريشن ماتيريال، بس بقى ليميتد قوي الايام دي خلاص. يعني هي اللي بتصنع الاجار شركه او شركتين بس على مستوى العالم، ومش منتشر بالصوره حضرتك متخيلها. لا لا، ناس قليله قوي قوي اللي بتستعمله. استعماله الاكتر بيبقى في المعامل. المعمل بيعمل بحاجه اسمها دوبليكيتنج ماتيريال، يعني هو عنده سكندري كاست وعايز يعمل سكندري كاست تاني، فيعمل ايه؟ بيصب حوالين الكاست ده باجار، وبعد كده يصب الاجار ده بجبسم تاني، يبقى كده عمل دوبليكيشن، عمل دبل لل الامبريشن بتاع الكاست بتاعه. يبقى من استعمالات الاجار دوبليكيتنج ماتيريال، وفي بعض الحاجه بنستعملها كسكندري امبريشن. بس طبعا الالاستومرز اللي هي اللي هنتكلم عليها كمان شويه بقت منتشره جدا جدا وابتدت تطغى على الاجار. طب الارجنت بقى اخباره ايه؟ برايمري امبريشن لمين؟ دينشلس اند دينشلس بيشنتس. جميل. طيب ممكن تستعمله للاورثودونتيك ابلاينسز، لو بنيجي نعمل مثلا تركيبه قرص ولا حاجه، فالاجنب بيكون كافي، انا مش محتاج تفاصيل عاليه قوي فيها. لو هعمل دنتال ابلاينسز زي الماوث جارد والاوكلوزال سبلنتس اللي هي الحاجات اللي
بنحطها مثلا علشان نحط فيها عضاده للمريض، بنعمله كده عضاده زي كاوتش كده يعض عليها علشان بيجز على سنانه بالليل مثلا، او عشان نحط فيها فلورايد اعمل فلورايد ابلكيشن، او الحاجات دي كلها بنعملها بالالجينيت امبريشن ماتيريال. ممكن اعمل بوزنج كاست لو هعمل مثلا اندايركت ريستوريشن، يعني مثلا انا هعمل ريدكشن لللور 6 وهاخد عليه امبريشن، هاخده بسكندري امبريشن ماتيريال. طب الابر بقى هعمل ايه؟ انا شغال على اللور سكندري امبريشن ماتيريال وماده غاليه جدا، طب الابر مش فارق معايا، هات من الرخيص اللي هو الارجينيت، هيأدي معاك الدور بتاعك بصوره تكفي مش بصوره وحشه. الاثنين ما ينفعش نستعملهم في سين سيكشنز، عشان كده لما بنيجي بص لي كده في الاجار قايل لك هنا ايه سكندري امبريشن لمين؟ ما بنعملهمش في الرابر بيز، سوري ما بنعملهمش في الكراونز. ليه؟ الفينش لاين السيكنس بتاعه رفيع، بيبقى بين السنه والسنه مسافه رفيعه اقل من 4 مللي، فعشان كده ما بنحبش نستعمله لان التير سترنس بتاعه قليل. طيب المانيبيوليشن بقى الاجار بنعمل ايه؟ بحتاج اكويبمنت كده كتيره، منها اول حاجه هيدروكوليت كونديشنر ووتر كولد تري وراننج ووتر سبلاي. ادي اول حاجه الهيدروكوليت كونديشنر، فكرته ايه؟ حضرتك انا بشتري الاجار في شكل جيل او جار، وفي ممكن يبقى في شكل سيرنج كده، حاجات رفيعه زغنطوطه كده او تيوبس، ما علينا من الفورم دي. دي انا بجيبها في فورم الجيل، محتاج اسخنها. هسخنها عند كام؟ قلنا عند 100 درجه. ال 100 درجه هيعمل ايه؟ هيحولها من الجيل للصول لمده 10 دقائق. بعد كده هخزنها، مش هفضل مخليها في درجه حراره 100 دي كتير، بنخزنها عند كام؟ عند تقريبا 65 درجه. ممكن نسخنها نسيبها كده لحد ممكن مثلا 3 ايام ولا حاجه. طيب المريض يستحمل 65 درجة؟ لا طبعا، لازم اقلل درجة الحرارة ل 46، بحطها ل 46 لمدة دقيقتين، وبعد كده بحطها في التري واخد الامبريشن بتاعي. يبقى بعمل تمبرنج يعني زي معادلة كده لدرجة الحرارة، المريض يستحمل ال 46 انما ما يستحملش ال 65. يبقى الهيدروكولويد كونديشنر بيتكون من ثلاثة كومبارتمنت، من ثلاث غرف. الغرفة الأولانية بيعمل ليكوفاكشن عند 100 درجة، الثانية ستورج عند 65، الثالثة تمبرنج عند 46. طبعا الارقام كتيره وصعب ان احنا نحفظها، فهنسهلها على نفسنا ازاي؟ هنلجا للفريق العظيم بتاعنا فريق الزمالك، هنقول ان في مئويه الزمالك، كان الزمالك بيحتفل بالمئويه كده من كام سنه، خسر 5 من حرس الحدود و6 من الاهلي، ولما خسر 6 من الاهلي رايح خسر 4 جاي. اوكي نحفظ الارقام بتاعت الهيدروكولويد كونديشنر. ده شكل الهيدروكولويد كونديشنر بثلاثة كومبارتمنت 165 46. ده شكل الاجار التيوبس اللي بتبقى موجوده فيها، ده التيوب برضه اهي تاني هنا اهي، وده السيرنج بنجيب البتاعه دي بنسخنها وبعد كده بنحطها جوه السيرنج دي، وبتيجي عامل لها حقن حوالين السنه بالظبط. ده شكل الكابل اللي بينقل الميه، ده بيركب هنا اهو زي ما هنشوف في الصوره دلوقتي اهو، ركب هنا اهوت، وده الحتتين دول بنحطهم في جهاز الكولدير اللي بيسقع الميه. تاني حاجه الووتر كولد تري زي ما احنا شايفين اهي، بيها ليها نظام تبريد خاص بيها بالميه. وتالت حاجه راننج ووتر سبلاي اللي هو الكولدير اللي هندخل فيه الميه تخش من هنا وتخرج من الناحيه الثانيه. ده شكل امبريشن سكندري انا باخده اهوت، التري راكبه اهي والكابله طالعه منها. يبقى سبلايد وسبلاي ذا تري ويز كولد ووتر 20 درجه، حسك عينك درجه الحراره تقل عن 13. ليه؟ هتعمل ثيرمال ستريسز لما درجه الحراره تنزل جامد وترجع، يعني انا بردت عند 10 مثلا تحت 13، لما توصل عند درجه حراره الفم 37 فرق درجات الحراره ده يعمل لك ثيرمال ستريسز، مش عايزين الحاجه دي. طب الارجين بقى هنتعامل معاه ازاي؟ تظبط التري بتاعتك، يبقى سايب 4 مللي ثيكنس عشان التير سترينس بتاعه قليل. كيس الالجينيت هاته ورجه، بالذات لو الالجين بيجي في علبه لازم ترجه. ليه؟ علشان تعمل هوموجينس ديستريبيوشن للبارتكلز، ما يحصلش ان فيز تترسب في القاع وفيز تبقى موجوده اكتر في الكيس من فوق. فعشان كده في الاول خالص اول ما بتشتريه بتعمل الشيكنج ده بترجه. بعد كده تختار الووتر باودر ريشيو زي الراجل المصنع ما بيقول، هتلاقيه بيديك كده 2 سكوبس، واحد للميه متدرج كام ملي وواحد باودر كده تاخد بيه السكوب بتاعتك، هتلاقيه بيقول لك كل حاجه خد من ده قد ده وهتظبط الدنيا، ده كام وده كام. بعد كده تستعمل رابر باول ويز وايد ريجيد سباتولا، سباتولا بتاعتك تبقى عريضه كده وريجيد.
هتحط الميه، بعد كده تحط عليها الباودر. الاول هنعمل ستيرنج ميكس، يعني ميكس كده كانك بتقلب عشان تضمن ان حصل ويتنج كويس للباودر جوه الليكويد. بعد كده تعمل فيجرس ميكس، ميكس عنيف، تمسك الرابر باول كف ايدك كده وبالسباتولا لو تضغط جامد على الوولز لحد ما تتاكد ان حصل لك كريمي ميكس، الميكس بتاعك يبقى مظبوط. ادي الالجينيت الهيدروجام ده هتلاقيه منتشر في مصر وكويس يعني، وفي حاجات انواع تانية احسن احنا مش بنعمل دعايه. هنا الراجل المصنع قال له حط اديسف، فهو جاب التري وبيعمل لها الاديسف بتاعها. دي شكل الرابر باول ودي شكل السباتيولا، ممكن تبقى بلاستيك كده او بتبقى ممكن في منها ميتال. السباتيولا بتاعتك مفروده اوكي، شايف مفيش فيها تانية من فوق زي ما نتكلم في الجبسم، لا السباتيولا دي بتاعتك ستريت كده. هنا بيحط بالسكوب، بيحط الباودر، حط الباودر بالسكوب وقام كبه هنا في الرابر باول. هيتجي الاول يعمل ستيرنج ميكس، ميكس بالراحه كده، شايف بياكد ان عملت ويتنج للباودر كله. بعد كده مسك السباتولا دي بكف ايده جامد، الرابر باول سوري، مسكها بكف ايده جامد وبايده دول بيضغط جامد، اضغط جامد على الالجينيت. بعد كده بتحط جوه التري، بتحط جوه الالجينيت ميكس، وبصبعك بتبل صبعك كده وتضغط على التري. طبعا انا بيقول لك اضغط الميكس بتاع الالجينيت، اضغطه جامد على التري بحيث انك تاكد ان هو ملى التري كلها زي ما شايف كده حضرتك، بنحطه بنأكد ان هو مالي التري كله. بتبل صباعك بميه وتعمل سموثنج للسطح زي ما هو كده حضرتك بالصباعك دي، علشان لو في اي اير بابلز ممكن تتكون تحت بيقلل احتمالات تكوينها. بعد كده التري بتحطها جوه بول بيشنت وهي بيحصل لها جيليشن وهي بتنشف، حسك عينك تحركها ليه زي ما قلنا في الدايمنشن اكيوسي وحشه، هيعمل ستريسز هيحصل لها ريليز وتبوظ المقاس. بعد كده لما بينشف بيفقد التكنس بتاعه، لما ما يبقاش ملزق استنى شويه كمان حوالي دقيقتين ثلاثه كده، وبعد كده شيل الامبريشن شارب سناب ريموفال. ليه بنشيل شارب سناب ريموفال؟ الحاجتين تقولهم لي، زود تير سترينس وقلل بيرمننت ديفورميشن. بعد كده هتغسله بميه وتعمل له انفكشن سبراينج طبعا، وبعد كده تصبه بالجبس في خلال نص ساعه او بعد نص ساعه تبتدي تصبه. لو محتاج تخزن يبقى 100% relative humidity inside sealed plastic bag. بعد كده بتشيله من خلال الكاست، يعني خلاص نشف الجبس بعد نص ساعة لساعة بتشيله من الجبس بتاعك، تفصل الاتنين عن بعض بحيث ان هو ما يمتصش مية فيبوظ سطح الجبس بتاعك. السيتنج بتاع الالجينيت ممكن تتحكم فيه بثلاث حاجات. سيتنج تايم، اول حاجة درجة حرارة المية، درجة حرارة المية لما تقل التايم بتاعك هيزيد، لان درجه الحراره لما تقل التفاعل هيبقى بطيء لان ده تفاعل كيميائي بالحراره بيزيد، لما بقلل الحراره هيبقى بطيء. تاني حاجه الووتر باودر ريشيو، تالت حاجه كونسنتريشن اوف تراي صوديوم فوسفيت اللي هو ريتاردر. نمسكهم حاجه حاجه، لو قلل الميه ممكن طريقه نستعملها، استعمل ميه ساقعه شويه. نلعب في الووتر باودر ريشيو، حسك عينك لعبت في الووتر باودر ريشيو اثرت على الكومبوزيشن بتاعك، اثرت على الخصائص، عكيت الدنيا، يبقى it is not recommended method. تالت حاجه هي concentration of trisodium phosphate، مين اللي بيحط الريتاردر ده؟ المانيفاكتشر مش حضرتك، الراجل اللي بيصنع. الراجل حضرتك لما تروح تشتري الارجينيت هتلاقي الراجل بيقول لك يا دكتور في فاست وفي فيري فاست وفي نورمال 6، تاخد انهي؟ تقول له انا عايز النورمال لو انت لسه صغنطوط. فطالب ان شاء الله اول ما تخش العياده هتلاقي الارجينيت ده بيصرف منك هواء. تمام؟ كمان سنتين حضرتك هتجيب الفاست وتقول هو بينشف بسرعه كده ليه انا خلصت. فحضرتك وانت في الاول كده اول سنه تخش العيادات او ثاني سنه هتجيب النورمال سيت اللي هو ابطا واحد. النورمال سيت بيتلعب فيه ازاي؟ عن طريق الريتاردرز. يبقى ده انسب حاجه بقى، يبقى ده انسب واي. حضرتك عارف هتشتغل لسه صغير فهتشتغل بالارجينيت تجيب النورمال. ان شاء الله بعد خمس سنين كده في عيادتك ان شاء الله كل يوم تشتغل لك 15 امبريشن ان شاء الله، يبقى تعمل ايه؟ تجيب بقى الفيري فاست كمان، انت راجل محترف وايدك بقت سريعه، ودي البيست واي تو كنترول السيتنج تايم. حسك عينك تلعب في الووتر باودر ريشيو، متفقين؟ الالجينيت باودر لازم تخزنه في ستورد كول دراي كونديشنز، مكان بارد ومفيش فيه مويستشر، ليه؟ عشان ما يتفاعلش مع الميه بتاعت الهواء، ولو حراره برضه هتاثر على الكومبوزيشن بتاعي. نتكلم بقى على الاستوميريك امبريشن ماتيريالز. الالاستومرز اللي هي رابر لايك ستراكشرز، كلمه الاستومرز يعني جايه من الاستيك بوليمرز، ليها اسماء كتيره ممكن تسميها نون ايكواس امبريشن ماتيريال، رابر بيز امبريشن ماتيريال او الاستومرز، اسماء كتيره في الكتب كلها تدل على نفس المنتج.
بيحصل لهم سيتنج باي بوليمرايزيشن رياكشن، تفاعل بالمره. شكل البوليمرز اخباره ايه؟ هايلي كويلد تشين، عامله زي سوسته القلم كده، فعشان كده خدت اسمها الاستيك بوليمرز اللي هي الاستمرز. بيجي لي في ديفرنت كونسيستنسيز، لايت وميديوم وهيفي وباتي زي ما هنشوف دلوقتي. الكونسيستنسي بتغلب بتحكم فيها ازاي؟ عن طريق ان بغير نسبه الفيلرز، زودت فيلرز او موليكولار ويت زادوا فيبقى دي باتي اللي هي عامله زي العجينه زي الصلصال، قللت يبقى اللايت. بيجي لي في ديفرنت كونتينرز بيز وكاتاليست، حاجتين سواء بقى اتنين بيست او واحد بيست وواحد لايت او لايت او كله زي بعضه، بيجي لي في حاجتين. طبعا الاثنين لازم ديفرنت كلر عشان تتاكد انك عملت هوموجينس ميكسنج. الدايمنشنال اكيرسي بتاعتهم والدايمنشنال ستابيليتي احسن من الهيدروكولويدز، دي ميزه تحسب لهم. الاستومرز مور اكسبنسيف ذان ارجينيت، يعني كيس الارجينيت اللي كنا بقول لك بيبقى 40 50 جنيه، لا الكيت بتاعت الرابر بيز لا غاليه شويه 500 جنيه وحاجات زي كده. طيب الكونسيستنسي بتاعتهم بقى، البوليسلفايد بيجي لي في ثلاثه فورمز، لايت وميديوم وهيفي. السيليكون اللي هما الاثنين كوندنسيشن واديشن سيليكون، السيليكون حاجتين يا كوندنسيشن يا اديشن، بيجي لي في لايت ميديوم هيفي اند باتي. والبولي ايثر بيجي لي زي البولي سلفايد، لايت وميديوم وهيفي بس. يعني الباتي كونسيستنسي دي موجوده في مين؟ في السيليكونز بس بنوعينه كوندنسيشن واديشن. الكومبوزيشن، الكومبوزيشنز بتاع الرابر بيز انا مش حابب اقوله لك لانك لسه اندر جرادويتس ويصعب ان انا اسالك فيه، بس يعني نبقى عرفناه برضو. فكرتهم كالاتي، ان هو بيجي لي في حاجه اسمها لو موليكولار ويت من اسم بتاع نفسه، وبيحصل لهم بوليمرايزيشن فتحول لهاي موليكولار ويت. هنتكلم في الكومبوزيشن بتاع البيز. البولي سلفايد ليه اسم تاني اسمه ميركابتن، لسه مناه ميركابتن علشان اللو موليكولار ويت بولي سلفايد ليه الرياكتيف جروب بتاعته اسمها ميركابتن اللي هي الاس اتش جروب. طبعا بنحط عليه شويه حاجات زي فيلرز عشان تقويه، بنحط له بلاستيسايزرز علشان تخلي ال العجينه بتاعت سهله التشكيل، بنحط له صفر عشان يعمل اكسلريتورز. الكونديشن سيليكون نفس الفكره برضو له موليكولار ويت ويز او اتش جروب. ايه الكلام ده؟ بولي دايميثايل سيلوكسين، مش زد جي اكس، سيلوكسين بوليمر ومش معاه شويه فيلرز. ده له موليكولار ويت بولي سيلوكسين بوليمر برضو معاه شويه فيلرز. البولي ايثر له موليكولار ويت بولي ايثر والاثيلين امين جروب وشويه فيلرز. زي ما قلت لك انا مش انا ما بحبش الكومبوزيشن بتاع الرابر بيز لسه يعني انتوا صغيرين. الكاتاليست بقى، هنا بنحط ليد دايوكسيد مع شويه فيلرز وبلاستيزرز وستريك اسيد. الكوندنسيشن تترا ايثايل اورسيليكيت عشان نعمل كروس لينكينج مع الكاتاليست اللي هو التين اوكتويت، وبنحط شويه دايلنت عشان نخفف شويه. ده لو موليكولار ويت برضه بولي فينايل مع نفس البتاع. كلورو بلاتينيك اسيد اللي هو الكاتاليست، ونحط شويه فيلرز. هنا البولي ايثر اروماتيك سلفونيك اسيد استرز مع فيلرز زي ما قلنا الكومبوزيشن ما بحبوش. في كلمه بقى احنا بنقول كلمه كاتاليست كاتاليست كاتاليست، هي المور اكوريت تيرم ليها هي الرياكتور. ومع ذلك هتلاقي ان انا بقول لك كاتاليست طول المحاضره، حط بيز على كاتاليست، ما اعرفش عليك لما تروح تشتري من الراجل، لما تكلم دكتور زميلك تقول له الكاتاليست خلص، كل حاجه. احنا الكلمه المنتشره جدا جدا الكاتاليست، بس كساينتفك تيرم احنا كبتوع ماتيريالز نحب الدقه فيقول لك اسمه رياكتور. نيجي للسيتنج رياكشن بقى، ده اللي مهم بقى حضرتك، لو ما كنتش هسالك في الكومبوزيشن فلازم اسالك في ده. السيتنج رياكشن هنا كوندنسيشن بوليمرايزيشن رياكشن، وده كوندنسيشن بوليمرايزيشن رياكشن. الاثنين دول اديشن بوليمرايزيشن رياكشن. ايه الفرق بين الكوندنسيشن والاديشن؟ لو مش فاكر الفرق بليز راجع لي شابتر البوليمر. الفرق ان الكوندنسيشن بيطلع باي برودكت، يعني مونيمر 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 يتحولوا لبوليمر ومعاهم باي برودكت، تعال صغنطوط كده جه معاه. الاديشن مونيمر 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 يتحولوا لبوليمر مفيش باي برودكت. وبالتالي الدقه بتاعت الاثنين دول اقل من الدقه بتاعت دول. ليه؟ عشان العيل الصغير اللي طلع الباي برودكت اللي طلع ده سواء ميه او الكحول بيتبخر، هيسيب مكانه فاضي، فالدقه بتاعت دول اقل من الدقه بتاعت دول. كوندنسيشن ليس اكوريت ذان اديشن. الباي برودكت اللي هتطلع ده هيطلع ميه، ده هيطلع ايثايل الكحول، دول مفيش فيهم باي برودكت. المانيبيوليشن بقى، هنظبط السبيشال تري بتاعتنا تديني سيكنس من 2 ل 3 مللي. طيب ليه ما بنزودش السيكنس؟ مش انا لسه قايل لحضرتك ان ده تفاعل بالمره، واي تفاعل بوليمرايزيشن رياكشن يبقى مصحوب بثلاث حاجات من ضمنهم بوليمرايزيشن شرينكج. عندي سيكنس 2 مللي هيكش حبه صغيرين، لو زودت السيكنس يبقى الانكماش هيزيد، بوليمرايزيشن شرينكج هيزيد، وبالتالي هتقلل الدايمنشنال اكيرسي. عشان كده بنقلل قدر الامكان الثيكنس بتاعي. اول حاجه هنعملها نحط الادهيسيف
ادي اديسيف بيبقى شكله كده، تفتح تاخد منه نقطه وتدهنها على التري عشان يلزق الامبريشن فيها. في عندي ميكسينج تكنيكس بقى هنقولهم حاجه حاجه. هاند ميكسينج تكنيك فور بيس، هتستعمل تيبرد ستيف سباتولا برضو على ديسبوزابل اويل ريزيستنت باد اللي هي الورقه اللي الراجل بيجيبها لك معاها دي، تحط اتنين ايكوال لينسز وتعمل ميكس لحد ما تتاكد ان حصل هوموجينس كلر. اهمت ميكس لحد ما هوموجينس كلر، ده الكلر الهوموجينس اللي انا وصلت له. جميل. طيب عندي بقى هاند ميكسينج فور باتي كونسيستنسي، حاله الباتي بقى مسميه نيدنج. هتلبس اوفر جلافز، هقول لك كمان شويه ليه. في حاله الاديشن سيليكون تلبس اوفر جلافز. في حاله الكونسيستنسي بيجي لك باتي ومعاه كاتاليست بيست. في حاله الاديشن سيليكون بيجي لك تو باتيز. الريكومندد ريشيو بتبقى على حسب الراجل ما بيقول لك. في الكوندنسيشن يقول لك مثلا حط زي ما نشوف الصوره دلوقتي، حط الباتي وعليه ما اعرفش كام خط من اللايت. انما في حاله الاديشن هم تو سكوب، واحده من العلبه دي واحده من العلبه دي، وتعمل الميكس بتاعك زي ما نشوف دلوقتي. نيدنج تعمله بالفينجر تيبس، ما تعملوش بكف ايدك مش بالبالمز، تعمله بالفينجر تيبس. ليه؟ ايدك كف ايدك في حرارته اعلى من التيبس بتاعت الفينجر تيبس، فبالتالي لو حضرتك درجه الحراره بتاعت كف ايدك هتاثر على التفاعل وتخليه ينشف بسرعه، فعشان كده بقول لك نعمل ميكس ويز فينجر تيبس. ادي الكوندنسيشن، الراجل قال لك اعمل المنظر ده، حط لايتس بالمنظر ده كده، وبتجي اعمل له نيدنج بطراطيف صوابعك. ده البطي بتاع ال اديشن سيليكون، ابتدي اعمل له ميكسنج برضه بالفينجر تيبس لحد ما تاخد ليه الهوموجينس كلر. في حاجه اسمها ستاتيك ميكسنج. ايه فكره الستاتيك ميكسنج ده؟ انا بحتاج ميكسنج جان، امبريشن كارتج اند ميكسنج تيب. هنشوف الكلام ده كله دلوقتي. فكره الكارتج اللي هو العبوه او القلب بتاعه بيجي لي في شكل تو سيلندرز انبوبتين، كل واحده فيهم بتحتوي على بيز والثانيه بتحتوي على الكاتاليست. الستاتيك ميكسنج لما بتركب في الجن بتاعك وتبتدي تعمل تضغط عليه هيحصل ميكسنج للاثنين، يطلعوا مع بعض ويحصل لهم خلط، ينزلوا لك مخلوطين جاهزين. ادي الجن اهي بشكلها اللي بتركب بيه كده. ده الكارتليج اهوت عباره عن اثنين، في واحده هنا البيز واحد فيه الكاتاليست. ده الميكسنج تيبس، شايف جواها حاجات لفاليف ازاي. دي اسمها ميكسنج تيب او ستاتيك ميكسنج. ليه بنسميها ستاتيك؟ عشان اللفاليف دي ما بتتحركش فهي ستاتيك. لما الامبريشن بيخش من هنا التيوب دي والتيوب دي بيبتدوا يتخلطوا الاثنين، يلفوا مع بعض هنا كانك بتعمل لهم ميكسنج، وابتدوا يطلعوا من الجزء ده. في الجزء الاكسترا ده ممكن نركبه عليها من بره من هنا، بحيث ان انا اعمل اكستروجن للامبريشن ماتيريال، اطلع الامبريشن ماتيريال حوالين السنه زي ما هناخد في التكنيك دلوقتي. ده الستاتيك ميكسنج لما بنركبهم فوق بعض. الكارتليج بتحطها جوه الجن وبعد كده تعمل الميكسنج تيب بتركبها عليهم وتبتدي تعمل اكستروجن، تعمل اكتيفيشن، تطلع الامبريشن ماتيريال. الامبريشن ماتيريال دايناميك ميكسنج بقى رقم 4. ده الامبريشن ماتيريال بتجيلي برضه في كارتليج، والكارتليج بنحطه انسايد موتور دريفن ميكانيكال ميكسنج ماشين، مكنه بتعمل ميكسنج، واللفاليف دي في التيب هنا بقى لا بتتحرك، عشان كده اسمه دايناميك ميكسنج. بتدوس على الزرار تبتدي يحصل الميكسنج وتبتدي ينزل لك جوه التري زي ما نشوف الصور دلوقتي. ادي الكارتليج ده، وده الجهاز نفسه بنتا ميكس 2، في دلوقتي بنتا ميكس 3 وحاجات زي كده. دي التيب اللي بنركبها هنا فيه، اللفاليف اللي جوه التيبس دي هي بتبتدي تلف، فبالتالي اسمه دايناميك ميكسنج، فيبتدي تملا التري بالامبريشن ماتيريال. الامبريشن تكنيكس بقى هنمسكهم واحده واحده، هم اربعه تكنيكس. اول حاجه وان ستيج سنجل فيسكوس اسمه مونوفيز، هنتكلم عليهم حالا دلوقتي. ادي الوان ستيج سنجل فيسكوسي، سنجل فيسكوسي يعني فيسكوسي واحده، فسميناها عشان كده مونوفيز، حاله واحده فيسكوسي واحده بنستعملها. ده بحتاج له سبيشال تري مع الوان ستيج ديوال فيسكوستي، لا برضه بحتاج له سبيشال تري، يعني هو وان ستيج على خطوه واحده على مرحله واحده بس ديوال فيسكوستي، يعني اثنين فيسكوستي. الفرق بين ده وبين ده ان ده وان ستيج ده وان ستيج، بس ده كان سنجل فيسكوستي فاسمه مونو فيز، انما ده ديوال فيسكوستي هستعمل اثنين فيسكوستي. في بقى باتي ووش، يعني احط باتي وفوقيه اللايت، ده اسمه عشان كده باتي ووش تكنيك اللي احنا قلناه في اول المحاضره، على تو ستيج او على وان ستيج. الاثنين دول يحتاج سبيشال تري على طول، انما ده يحتاج له برفوريتد ستوب تري ويز اديسيفز برضه. الفيسكوستي ده مع الميديم بس، مونو فيز يبقى ميديم فيسكوستي بس. الديوال فيسكوستي بيبقى هيفي ولايت، ما اسمه ديوال يبقى اثنين، عايز واحده فيسكوستي عاليه وفيسكوستي اللي فده يبقى هيفي ولايت. الاثنين دول من اسمهم باتي وش، يبقى اكيد باتي ومع لايت وش. نمسكهم حاجه حاجه.
ادي الوان ستيج سنجل فيسكوتي اللي هو المونوفيز. هنجيب الماتيريال تعمل لها ميكسنج بستاتيك ميكسر بقى بالقصه اللي انت عايزها دي كلها مش فارقه. هتحط جوه التري جزء وجزء هتحطه جوه سيرنج وتبتدي تحقنه حوالين السنه. شايف التيب بتاعت السيرنج دي كانت الميكسنج تيب، ودي التيب الصغنطوطه اللي قلت لك بتركب عليها خالص عشان بننزل حوالين السنان بالتيب دي. اوكي، حطيت هنا في التري وحطيت هنا، تقوم ملبس التري دي للمريض. طبعا بيكون معاك اسيستنت، يعني في اسيستنت بيملى لك دي في الوقت حضرتك بتصب فيه حوالين بوق البيشنت. خلصت حوالين الاسنان هنا، تقوم مدي الاسيستنت يقوم مديك التري تقوم ملبسها في بوق البيشنت. الوان ستيج ديوال فيسكوستي، هنحط الاثنين هيعملوا ميكس، واحد هيعمل ميكس للهيفي وواحد هيعمل ميكس لللايت. الهيفي هيتحط جوه التري واللايت هيتحط حوالين السنان، وتحط لهم سيت اد سنجل تايم، ده اسمه وان ستيج في خطوه واحده. ادي الاسيستنت عمل الميكس وحطه جوه التري، في الوقت ده حضرتك حطيت الميكس جوه السنان، شايف ادي الميكسنج تيب اهي، وادي التيب اللي تركب في فوق خالص اهي. والاسيستنت ان هو ناولك ده تحط ده فوق ده ويطلع لك شكل امبريشن اهو. الاخضر ده كان هيفي، اللايت ده الاصفر ده هو اللايت، فده ديوال فيسكوستي، اثنين فيسكوستي بس وان ستيج على الخطوه واحده. طيب نيجي بقى للوش تكنيك، الباتي ووش تو ستيجز. هاخد امبريشن بالباتي واسيبه ينشف واشيله، واعمل ميكس لللايت واحطه على السنان او على التري. ادي ده طبعا مش محتاجين ان هو اديشن سيركل عشان تو باتيز، هتعمل لهم ميكس بايدك تحطه جوه البيشنت وتطلعه من بق البيشنت بعد ما ينشف. تعمل ميكس لللايت تحطه جوه الامبريشن وتعمل له تلبسه البيشنت، وزي ما حضرتك شايف كده اتنين فوق بعض. ووش تكنيك. امال ايه بقى الوان ستيج باتي تكنيك؟ هتعمل ميكس للباتي او الاساس هتعمل ميكس للباتي، وحضرتك هتعمل ميكس لللايت وتحطه حوالين السنان او فوق الباتي وتقوم ملبسه للمريض. اهو واحد بيعمل ميكس لللايت اهو، ميكس للباتي اهوت، وحطينا ميكس لايت فوقيه قبل ما يحصل سيتنج لده، يعني ده ما دخلش جوه بول بيشنت، الباتي هنا ما دخلش جوه بول بيشنت زي ما شايف اهوت شكله فلات اهو، بس حطينا اللايت فوقيه وحطينا اللايت برضه حوالين السنه وقمنا ملبسين الامبريشن للمريض. جميل كده؟ فده اتعمل في وان ستيج، مرحله واحده. ده التكنيك الاخيره مش حلو، بيعمل حاجه اسمها سيتنج تريلز. بيقول لك بيجي ناحيه البروميننت كاسب زي البلاتال كاسبس ويبتدي يعمل المنظر ده الجميل ده، يحصل فلو للماتيريال، فما مش حلو، ما بنحبش لا نحبذ الباتي ووش سنجل تكنيك. اعمل باتي ووش على تو ستيجز. حاجة تانية أنا أشرحها لك برضه عشان تبقى عارفها، السيرنج لودنج فور انترا اورال ابلكيشن، في سيرنج بنشتريها كده، دي مش ديسبوزابل، دي بتجيبها وتعقمها وتحطها تاني، بتتكون من البادي ده، وأدي التيب بتاعتها، وده البيستون اللي بيخش يركب هنا، بعد ما بتركب بشكلها كده. هنعمل إيه؟ أدي اللايت لما عملت له ميكس، هقوم جايبه حاطه جوه التري جوه السيرنج أهو، أحط الإملا سيرنج باللايت، خلاص مليتها كلها. امسح الاكسس، ركب النط اللي هي الصموله دي وركب فيها التيب من هنا، ادي التيب والصموله تربطهم الاثنين ركبوا هما فوق بعض. تجيب البيستون اللي هو دراع المعدن ده وتقوم تدخل كده، تنزل لك نقطتين تاكد ان هي ممليه كويس، تحط حوالين السنه وبعد كده تلبس البيشنت التري بتاعتك اللي فيها الباتي او فيها الهيفي على حسب التكنيك. طب في ستاتيك ميكسر اهوت بالتيب، شاف التيب اللي ركب اللي كنت بوريها لك في الصور اهي، دي ميكسنج تيب بيركب عليها برضو التيب اللي هي الانترا اورال تيب. ده شكلها ازاي، بتجيب التركيبه بتاعتها، بتشد الدراع ده لورا تفتحها من هنا، تركب الكارتج عليها وتقوم قافل عليه الدراع اللي فتحته من فوق. ادي الميكسنج تيب بالانترا اورال بورت بتركبه فيها اهو، تركب دي الاثنين في الكارتج وتبتدي تجرب ان هي تعمل ميكس وبتطلع فعلا الميكس بتاعك. نزل نقطة اكد انها طلعت من السنه، حط حوالين السنه وخد الامبريشن بتاعك. الجنرال بروبرتيز اوف الاستومرز بقى، الخصائص بتاعتهم، اول حاجه الفلو، الفلو بيعتمد على الفيسكوستي. اللايت عنده فيسكوستي عالي، عنده فيسكوستي قليله فعنده هاي فلو.
بالاضافه لحاجه تانية ان هي لما بتعدي وسط اللفاليف بتاعت الاستاتيك ميكسر او حضرتك بتعمل ميكسنج بالسباتولا بتاعتك او التيب نفسها الانتر اورال بورت ده بيبقى رفيع فبتعمل عليها شير ستريس فبتزود الفلو ان هي سوتوبلاستيك نيتشر. سوتوبلاستيك احنا شرحناها كتير قبل كده. الدايمنشنال اكوريسي بقى هي بيحصل لها بوليمرايزيشن شرينكج فبالتالي بتكش. طبعا مش محتاجين نقول ان الكوندنسيشن تايب اللي هم البولي سلفايد والكوندنسيشن سيليكون عندهم بوليمرايزيشن شرينكج اعلى من الاديشن سيليكون عشان في باي برودكت بتطلع. الالاستيك ريكفري زي ما اتكلمنا في الهيدروكولويد هنقول تاني هم فيسكو الاستيك ماتيريال تقلل الديفورميشن عن طريق ان حضرتك تعمل شارب سناب ريموفال. ليه بنشيل شارب سناب ريموفال؟ عشان حاجتين، تزود التير سترينث وتقلل البيرمننت ديفورميشن. سلايد انا مكررها لك تاني لان هي مهمه جدا جدا. دايمنشن ستابيليتي اخبارهم ايه بقى؟ لو حضرتك عندك كوندنسيشن تايب هيحصل ايفابوريشن للباي برودكت سواء ووتر او الكحول. فالاكيوريسي بتاعتهم بتبقى اقل من الدايمنشنال من الاديشن تايبس اللي هم الاديشن سيليكون والبولي ايثر. تاني حاجه برضو في ثيرمال شرينكج بيطلع من درجه حراره الفم 37 درجه حراره الاوضه فبرضو بتعمل ثيرمال شرينكج. الكوندنسيشن تايبس بيقول لك تصبهم في خلال نص ساعه لساعه ما تعديش عن كده، الاديشن ممكن يقعد لحد ساعه. خطا كتير جدا في المعمل تلاقي بتاع المعمل بيقول لك يا دكتور انت مش واخد برابر بيز، تقول له اه، يقول لك طيب خلاص خليه لحد بكره هاجي اعدي عليك بكره، تقول له لا ده كوندنسيشن تايب مش اديشن، اديشن يقعد لحد 24 ساعه انما الكوندنسيشن ساعه اخرك يكون مصبوب. البولي ايثر ده هيدروفيلك بيحب الميه فعشان كده حضرتك خزنه في دراي كونديشنز ما يبقاش فيه ميه جنبيه. الليميتيشنز بقى في الاستومرز البولي سلفايد، البولي سلفايد خلاص استعماله بقى ليميتد، بقى هم شركتين ثلاثه بس اللي بيطلعوه على مستوى العالم، صعب انك تشوفه. من ضمن عيوبه ان هو ليه انبليزنت سميل في اس اتش جروب فريحتها مش حلوه وسيتنج تايم بتاعه بيبقى طويل شويه فعشان كده الاستعمال بتاعه بيقل. الاديشن سيليكون فيه ثلاث عيوب، اول حاجه ان هو هيدروفوبيك. هيدروفوبيك يعني مش هاجي اعرف اخد فلوي على سطح السنان، مش هيبقى كويس ان السنه بتبقى فيها عليها صلايفا وكده، فعشان كده بقول لك لا بتحتاج انك تنشفها كويس قوي. تاني حاجه لما تيجي تعمل ميكسنج للجبسم، الجبسم ميكس بميه يعني ميه هيدروفيلك وده هيدروفوبيك فما بيبقاش حلو، فالكاست بتاعك هيبقى مش قد كده. فالمصنع بيحط لك سيرفكتنت، سيرفكتنت يعني ماده هتزود الويتنج بتاعي عشان نحل المشكله دي. الهيدروفوبيك اديشن سيليكون خلاص يعتبر ان هو بينقرض، اللي بقى موجود دلوقتي هيدروفيلك اديشن سيليكون وبقى منتشر بصوره كبيره. تاني مشكله في الاديشن سيليكون اللي هو السلفر كونتامينيشن جاي من لاتكس جلافز، الجلافز الاصفر حضرتك بتلبسه ده لاتكس جواه سلفر، عنصر السلفر بيعمل انهيبيشن للبوليمرايزيشن رياكشن بتاع الاديشن سيليكون. فاكر حضرتك لما كنت بقول لك هتجيب الاثنين باتي وتعجنهم بايدك؟ لا، انا قلت لك البس اوفر جلافز قبلها، ليه؟ عشان السلفر الموجود في اللاتكس جلافز ده هيمنع القصه دي. عشان كده بنستعمل اوفر جلافز اللي هو البلاستيك الشفاف العادي ده، او النيترايل جلافز اللي ما فيش فيها السلفر، او مهم يعني تستعمل لاتكس فري جلافز. هتلاقي كده الراجل وانت بتشتري الجلافز مكتوب على العلبه كده ايه؟ لاتكس فري جلافز. اه لا ده ممكن تعمل ميكس عادي مفيش فيه مشكله. برضو احقاقا للحق مؤخرا السلفر كونتامينيشن والمشكله دي كلها ابتدت تقل. ثالث حاجه في الاديشن سيليكون عنده هيدروجين جاز ريليز. لما بنعمل التفاعل في هيدروجين جاز بيطلع وحسك عينك تقول الهيدروجين جاز ده باي برودكت، ده تفاعل اديشن بوليمرايزيشن مفيش باي برودكت. امال الهيدروجين جاز ده جه منين؟ لو انا جيت خلطت البيز والكاتاليست بنسبه مش مظبوطه هيبتدي يطلع لي الهيدروجين جاز كمنتج ثانوي، مش 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 باي برودكت من التفاعل، لا ده نتيجه خطا في اللي عندك. الجاز ده بيبتدي يطلع على الكاستم بيديني فاين ديتيلز وحشه، بيديني لو جه على حته مارجنال فينش لاين تبقى الدنيا مش كويسه. فعشان كده الراجل في المصنع حط باليديوم، الباليديوم حطه ليه؟ عشان يابزورب الهيدروجين جاز ده. تاني حاجه بيقول لك لا استنى 30 دقيقه وابتدي صب الكاست بتاعك. شايف الصوره دي؟ ادي الكاست بتاعك عليه شويه اير بابلز نتيجه الهيدروجين جاز اللي طلع من الامبريشن ماتيريال، فبيقول لك استنى نص ساعه او الراجل المصنع بقى بيحط لك فيه باليديوم. يبقى جيف ريزون ليه بنحط الباليديوم. الاديشن سيليكون ما تنساش ان هو اديشن بوليمرايزيشن، فالهيدروجين جاز بيطلع مش باي برودكت، نوت ا باي برودكت.
في مشكله تانية بقى في الاديشن سيليكون والبوليستر كمان، انتر اكشن ويز ريزن بيست بروفيشنال كراونز. يعني ايه الكلام ده؟ انا عايز اعمل تمبوري كراون للمريض، انا جالي المريض هبرد له ضرسه النهارده وهمشيه، هجيبه كمان 3 ايام واركب له الكراون النهائي يكون المعمل جابه لي. في خلال اليومين ثلاثه دول انا محتاج احط له تمبوري كراون. فكان في ناس عشان تعمل القصه دي تعمل ايه؟ هياخد امبريشن باتي ولايت، ماشي، ياخد الباتي قبل ما يعمل ريدكشن للسن، ماشي، ويشيل الباتي على جنب، اتس اوكي مفيش مشكله، يبرد السنه ويخلص كل حاجه، يوم جاي حاطط التمبري كراون ماتيريال جوه الباتي ويرجع يلبسه للمريض. هيحصل ايه؟ الباتي لما يلبسه للمريض في الحاله دي هيبقى فيه ايه؟ هيبقى في الجزء المبرود ده اللي فاضي، فالتمبري كراون ماتيريال هتملى الجزء الفاضي ده، يبقى هو عمل تمبري كراون كده ايه؟ بسهوله بمنتهى السهوله. التكنيك حلوه وجميله وكل حاجه، بس كان فيها عيب. ايه هي؟ ان التمبوري كراون ده بوليمر، فيبقى فيه اير انهبيتد لاير موجوده نتيجه ان مفيش هواء، ما انت التمبوري كراون ده محشور بين السنه من ناحيه ومحشور بين الامبرشن ماتيريال من ناحيه. من ناحيه السنه مش مشكله، هنجيب قطنه ونمسحها، انما المشكله في ناحيه الامبرشن. هنيجي بعد كده نعمل ايه؟ هاخد اللايت بقى، ما عشان قلت لك باتي فوق لايت، لما اجي اخد اللايت، اللايت هيلاقي فيه شويه بوليمرز ما حصلهمش تفاعل، فهيبتدي ما يتفاعلش في الحته دي. بص المنظر الجاي بتاع الصوره دي، الاويلي سيرفيس اللي هيتكون ده هيمنع البوليمرايزيشن، هيمنع البوندنج بتوين الباتي وبتوين اللايت زي الصوره اللي جايه اهي. شايف لما خدنا الامبريشن بصينا عليها كده، بنبص جوه البيشنت لقينا الحته دي، هنا كان في تمبوري كراون اتعمل، فاللايت اللي هو لونه اخضر ما لزقش مع الاحمر اللي هو الباتي. ليه؟ عشان كان في طبقه زيتيه هنا موجوده نتيجه عدم البوليمرايزيشن بتاع التمبوري كراون. طب نحل المشكله دي ازاي؟ حل في منتهى السهوله، ما تعملش الباتي اللي انت هتستعمله ده يبقى هو اللي هتاخد عليه اللايت، لا خد لك سيكشنال امبريشن كده حاجه صغنطوطه اعمل بيها باتي تاني وخد بيه التمبوري كراون، يبقى حد بنعمل بيها باتي وبنرميه خلاص وما بنحتاجوش تاني. مشاكل البولي ايثر بقى، عنده ستيفنس عاليه، الفلكسبيتي بتاعته 3% دي نسبه قليله قوي، فلما اجي هشيله من الامبريشن من الاندر كاتس، لو جه يطلع من الاندر كاتس لا هيبقى صعب يطلع من الاندر كاتس بتاعت البيشنت، بنشده جامد قوي، او لما اجي افك الكاست ممكن يكسر الجبسم وانا بشد البولي ايثر. طيب نعمل ايه بقى؟ قال لك خلي السيكنس بتاعك 4 مللي، يبقى جيف ريزون ليه السيكنس بتاع البولي ايثر 4 مللي؟ عشان هو عنده هاي فلكسبيتي تو فاسيليتيت اتس ريموفال فروم اندر كاتس. طب ليه السيكنس بتاع الرابر بيز من 2 ل 3؟ عشان تقلل بوليمرايزيشن شرينكج وفتزود الاكيرسي. طب ليه السيكنس بتاع الهيدروكولويدز 4 مللي من 4 ل 6؟ جيف ريزون ليه؟ عشان تزود التير سترينس. 3 جيف ريزون، ما تلخبطش بينهم بليز. مؤخرا البولي ايثر بقى فيه فلكسبيتي مقبوله. الكومباينيشن بتوين البولي فينايل سيلوكسين اللي هو البولي الاديشن سيليكون والبولي ايثر حصل مؤخرا، عملوا منتج جديد بولي فينايل ايثر سيليكون بي في اي اس، منتج جديد خد مميزات الاثنين، مميزات اللي هي كانت ايه؟ الفلو بتاعها عالي، الهيدروفيليك، الدايمنشنال اكيوسي العاليه، الالاستيك ريكفري الجميل، ايز ريموفال في بيشنت ماوس، فعملنا مركب جديد في الحاجتين دول، معلومه زياده ليك تعرف. نقارن بقى بينهم بين الاربع مواد، الفلو قلنا قبل كده، الدايمنشنال اكيوسي ده بوليمريشن شرينكج نسبته 25%، ده 6/10، ده 5/100، متخيل كام؟ 5/100 مش 5/10، 5/100، ده 3/10، ده امتى؟ بعد 24 ساعه. اوكي، يعني صوت الامبريشن 24 ساعه يحصل له ديفورميشن بالنسبه اللي احنا شايفينها دي. طبعا النسبه دي اعلى في الاثنين دول، اعلى ليه؟ علشان في باي برودكت بيتبخر. الاستيك ريكفري نسبه عاليه جدا، طبعا مش مطلوب منك تحفظ ارقام بس تعرف مين اكتر واحد، ده ام سي كيو، اكتر واحد السيليكونز عموما كوندكشن واديشن 99.9، بعد كده البولي ايثر 98.9، انما ده 98 بس. الفلكسبيليتي اكتر واحد فليكسبل بولي سلفايد ام سي كيو، وما تلخبطليش في الام سي كيو، لو قلت لك مين اكتر فليكسبل امبريشن ماتيريال الالجينيت، مين اكتر فليكسبل الاستوميريك امبريشن ماتيريال البولي سلفايد، ما تلخبطش بين الاثنين لو سمحت. بعد كده اقل فليكسبيليتي البولي ايثر، وقلنا ان هو لازم يبقى سيكنس 4 مللي. اديشنز تو ذا تري، الثلاثه ما بيلزقوش، بيحتاجوا ادهيسيفز. لو هستعمل باتي ووش، استعمل بيرفوريتد ستوك تري،
والبرفوريشنز ممكن برضو تزود معاها الاديسيف، حط الاثنين يا حبيبي، مش هيخسر يا ريت، يعني احنا نكره ان الامبريشن يلزق في التري. دايمنشن ستابيليتي قلناهم قبل كده، الكومباتيبلتي والجبسم اند برودكتس، دول هيدروفوبيك، فلما بنيجي نصب الامبريشن بيبقى مش ما حصلش ويتنج كويس. بس المصنع الراجل في المصنع زود سيرفكتانت في حل المشكله دي. البولي ايثر لا كومباتبل عشان هيدرو، عشان هو اصلا هيدروفيلك. الاسترنس بتاعي تير سترنس، ده اعلى تير سترنس وراء البولي ايثر، واقل واحد في تير سترنس هو السيليكونز ام سي كيو. برضو الالكتروبليتنج، هل ممكن نعمل لهم الكتروبليتنج؟ اه ده ممكن باي سيلفر مش كبر. الكبر كان امبريشن كومباوند وقلنا ليه، انما ده ما نقدرش نعمل له. ليه؟ علشان هو هيدروفيلك، هيدروفيلك يعني بيتفاعل مع الميه، ما ينفعش تغطسه في الميه. الديس انفكشن بتاعي اه اعمله اميرشن في 10% صوديوم هايبوكلورايت، مش اكتر من نص ساعه. لا ده بنحب سبراينج زي ما تلخبطليش في الاف الجيف ريزون لما اقول لك ليه البولي ايثر ما ينفعش نعمل له ديس انفكشن باي اميرشن، وليه السيجنال بتاع 4 مللي ما تلخبطش بينه وبين الاستاذ الثاني ده عشان هيدروفيلك. البولي ايثر هيدروفيلك، انما الثاني كنا بنقول سنرسو امبيشن، ما تلخبطش فيه الاثنين. اليوز بتاعتهم هم الاربعه بنستعملهم سكندري امبريشن فور دينشلس اند دينشلس بيشنت، سكندري امبريشن لكله دلوقتي، اي سكندري امبريشن رابر بيز وخلاص. ثانك يو.